السلام عليكم، اخباركم ايه؟ الحقيقه ان الواحد بقاله كتير ما ظهرش معانا هنا او ما ظهرتش في الزملكاوي من رمضان، طبعا اجازه، والزملكاوي يعني هو بيتي الذي اتشرف دائما بالتواجد فيه، وقناه الزمالك طبعا، ودايما كده نبقى مع بعض، ايدينا في ايدين بعض، كتفنا في كتف بعض، ندعم ونقف ويعني وندافع عن نادي الزمالك. مش بس بمنطق انصر اخاك ظالما او مظلوما، حقيقة انه الزمالك طول الوقت احنا ننصره ونحن نعلم يقينا انه يستحق النصرة والوقوف بجانبه. انا عاوز اتكلم عن حاجة في البداية كده، باعتراف كان غايب شوية، انه فوز الزمالك على ايستر كامباني ادى الى انه يظهر في الوجود حاجة هقول لكم عليها دلوقتي، وفي نفس الوقت يطمئن جمهور الزمالك انه خلاص فريقه في دوري ابطال الموسم اللي جاش، دوري ابطال افريقيا اللي جمهور الزمالك كان يامل انه يبقى في مراحل افضل من اللي وصلها الزمالك، لكن الاسكواد وبعض الاهتزازات في البدايات واداء كارتيرون الفني ادى ان احنا للاسف نخرج من بطوله افريقيا، ولا نتمنى ابدا ان يتكرر هذا الامر. عشان كده انا عندي يقين بل اثق في ان مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى وامير مرتضى كمشرف عام على الكوره والكابتن اسماعيل يوسف كمستشار للكوره هيبقى عندنا موسم صفقات وانتقالات وانضمام مميز هيكون مفيد جدا. طيب ده معناه ان المجموعه اللي موجوده دي هتتغير؟ مش لازم، انت محتاج اضافات، مش محتاج تمشي حد، انت محتاج تضيف عشان يبقى عندك قايمة كاملة متكاملة في كل المراكز. محدش يقول حد يمشي، لا، الناس كلها لعيبة كويسة تأدي عليها أول الدوري في اللحظة اللي احنا بنتكلم بعض فيها دي، بعيدا عن موقف المؤجلات بتاع النادي الأهلي اللي محدش عارف هو مثلا مباراة القمة أجلت ليه؟ يعني ما فيش مشكلة، يعني أجلت زي ماتش الإسماعيلي أجل، وبقى الأهلي على الورق عنده 5 مباريات مؤجلة، هيلعبهم إمتى؟ الله أعلى وأعلم. مش هي دي برضه معضلتنا ولا مشكلتنا اساسا. تمام؟ لكن ايستر كامباني بقى المباراه دي اظهرت نوع جديد من البشر. اسمه مراقب جوده الاحتفالات. مراقب الجوده، تعرفين ايه مراقب الجوده؟ في اي مصنع كده في المنتج اللي بيطلع بيشوفه مظبوط ولا في بعض يعني الشكل الحاله بتاعته الجوده بتاعته هتنفع تنزل الاسواق ولا لا. ده مراقب جوده واقف كده على اخر خط الانتاج. اهو بالظبط كده في جمهور ظهر في اخر مشاهد الاحتفالات بتاعه الزمالك في ماتش ايستر كامباني. ايه ده؟ انتوا بتحتفلوا كده ليه؟ وايه الفرحه اللي انتوا عاملينها دي عشان فوز على ايستر كامباني؟ ايه مش عارف انت مالك؟ الحقيقه سؤال واضح جدا وبسيط، او معلومه بسيطه جدا، مال حضرتك؟ فمن يريد ان يحتفل فليحتفل. جمهور الزمالك فرحان، فرحان بايه بقى؟ مش هي دي المشكله ولا المعضله، هو فرحان وخلاص. انت زعلان انهم فرحانين؟ حضرتك مش مراقب جوده الاحتفالات في الوطن العربي ولا مصر. احتفل زي ما انت عاوز بفريقك ان كنت حابب تحتفل، دي حاجه تخصك ما تخصش اي حد تاني، لكن ما تبقاش واقف. انت ازاي تحتفلوا ايوه احنا بنحتفل انت مالك؟ دي حاجة تخصنا تماما. حضرتك مش مراقب جودة يعني واقف لنا على الواحدة. احنا نعمل اللي احنا عايزينه. طالما في إطار احتفالات طبيعية دون أي إشارات ودون أي أخطاء ضد الآخرين. عكس الآخرين بقى اللي يطلعوا ويهاجموا لعيبة عندنا. ليه؟ لأنهم متعودين على كده وإنه لا يوجد عقوبة عليهم ولن نجد عقوبة. وخصوصا انه دايما الهجوم ده في مبارياتهم الافريقيه عشان ما يبقوش جوه اطار لائحه الدوري، لكن يشتموا او يهاجموا لعيبه في الزمالك ومحدش بيحاسب ولا حد هيحاسب ويمكن محدش يفكر انه يحاسب، لكن هيجي يوم كل اللي غلط يتحاسب. دي حاجه ما فيهاش مناقشه، دي حاجه ما فيهاش مناقشه. الحقيقه انه احمد سيد زيزو هو احد العناصر
البعض يقول لك لا هو العنصر الاول في الزمالك، هو احد العناصر الهامه في الزمالك، لان مفيش لاعب منفرد بيعمل حاجه لوحده. والدليل ان الكره للهدف بتاع استر كمباني ما بين رؤى الى جزيري الى زيزو، يعني مش زيزو مش جايبها من الهوا، في عناصر معاه. ولازم طول الوقت نؤكد على منطقيه الجماعيه مش الفرديه. زيزو لاعب مهم جدا 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 في فريق الزمالك، وله اثر واضح في هذا الدوري، بل قد نعتبره دوري احمد سيد زيزو ان جاء الدوري للزمالك ان شاء الله. لكن ده مش معناه انه اذا اعتبرناه دوري زيزو ان اللعيبه مش موجوده، لا طبعا موجوده وليهم يد وفعالين، ولازم ندعمهم ونقف جنبهم. المهمه دلوقتي بتقترب، وان كانت وهي بتقترب تزداد صعوبه. دايما نعرف ان الوصول للقمه سهل، لكن الحفاظ عليه هو اللي صعب. انت الان على القمه كنادي الزمالك، ولاعيبه نادي الزمالك عندك ماتش انبي وطلائع الجيش والاسماعيلي، وماتش الاسماعيلي خلاص عرفنا انه يوم 28 هيتاجل او هيتبدر، لا اما هيعمل تبكير في الميعاد او تبكير في اليوم، يعني لا اما بدل ما يبقى الساعه 9 يبقى الساعه 6، الساعه 5 يوم 28، او يبقى قبلها بيوم 27 مثلا، بعدها بيوم، ايا كان الصياغه اللي يعملها الحاج عامر حسين فيما يخص مباراه الزمالك مع الاسماعيلي. لكن لازم نكون واضحين جدا، لعيبه الزمالك وجهازهم الفني في مهمه صعبه، لكن هم قدها وقدود. احلى ما في الامر انك خلاص عارف مهمتك ايه، عارف انت عايز ايه، عارف انت رايح فين. ماتش انبي يوم الثلاث ان شاء الله نفوز، وهكذا من مباريات. كل مباراه لازم لعيبه الزمالك يتعامل معاها باعتبارها النهائي، المباراه النهائيه، تاخدها كانك خدت بطوله، عشان مراقب الجوده يزعل اكتر بتاع الاحتفالات، تفوز فيها كانك خدت بطوله، وهكذا كل مباراه. ليه؟ لانه انت لو الزمالك فاز في كل مبارياته القادمه، هل ده ممكن يحصل؟ اه ممكن يحصل. هنشوف بقى الحاج عامر حسين هيضغط المباريات للزمالك ولا هيلعبه مرتاح، يعني الزمالك هيلعب يوم 10 وبعدين يوم 19 وبعدين يوم 28، ممكن يلعب 23 ماتش اسوان بتاع كاس مصر القديم قبل النهائي، بتبقى مسافات مقبوله جدا، اربع خمس ايام حلو مش مضغوطين، وده يساعد الزمالك ويساعد فيريرا انه برضه يكمل التعليم، يكمل تعليم وتصحيح. حتى اللحظه فيريرا ماشي بهذا المبدا، تصحيح تعليم، تعليم تصحيح، يعلم التحرك ويأكد عليها ويصحح للمخطئ. عشان كده اسمه بروفيسير، ما بيتقالش عليه بروفيسير عشان هو كبير في السن يعني، لا بروفيسير عشان طريقة تدريبه، طريقة تدريب كأنك تتعلم يوم ورا التاني، بتتعلم تاخد منهج تدريبي وعناصر ولياقة وجمل فنية. أي حد من اللي بيسمعني أكيد درس، خد العربي وخد انجليزي وخد رياضيات ودراسات، بتاخد دروس مهما كنت متفوق او عندك مهارات، لكن في دروس بتاخدها كل يوم، سواء بقى في مدرستك او في تدريبك. ميسي ورونالدو وصلاح وكل دول بيتدربوا كل يوم، كل يوم تدريب، كل يوم تصحيح. ما لا يعني اي شيء انك انت يتقال اصل في تصحيح للعيب، طب ولا كمدير فني اعمل ايه؟ انا عاوز الفريق بتاعي يبقى وكانه لا كمال لله طبعا، لكن وكانه كامل في ادائه، كل اللعيبه تكون جاهزه، كل العناصر بتاعتي تكون في افضل حال عليها. ده اللي بيعمله فيرير، وده هيساعد الزمالك في ان المسافات بتاعه المباريات تبقى مسافة طبيعية. أنا آسف. تمام.
مسافة طبيعية. حذائك مش هيقابل هوا، هيقابل فرق عايزة حاجات، إذا المباراة تبقى صعبة. لكن الزمالك فريق كبير، فالصعوبات اللي تواجهه ده أمر طبيعي، لأن المنافس عاوز يعمل حاجة. الام بي طلاع الجيش الاسماعيلي الماتشات بتاعت مايو يعني عاوزين يعملوا حاجة قصاد اسم وقيمة نادي الزمالك، حقهم. لكن قوة لعيبة الزمالك ورغبتهم وطموحهم هو اللي لازم نأكد عليه، نفكرهم بيه. انتوا عايزين الدوري، الدوري في ايديكم، الدوري بين ايديكم، بس انت كلاعب نادي الزمالك اللي هتجيب الدوري او اللي هتضيعه لا قدر الله. الموضوع في ايدك انت، رغبتك انت، طموحك انت. الجمهور بيعمل اللي عليه، الجمهور بيعمل اللي عليه، واقف جنبك وبيدعمك، بيفرح لفرحك وبيسعد لأهدافك. بيحتاج ايه منه غير كده؟ وكمان خلاص مع مباريات اللي جاية للزمالك 5000 متفرج زملكاوي، يلا روحوا نوروا الاستادات واعملوا احلى احتفالات واستمتعوا بتشجيع فريقكم، وملكوش دعوة بالاخرين، ما تبقوش زي الاخرين. جمهور الزمالك غير، جمهور الزمالك بيشجع ناديه ولاعبته، ملوش دعوة بالمنافسين اللي حاطين مراخيرهم جوه تشجيعكم، لا ملكوش دعوة بالحكاية دي خالص. تشجعوا و5000 متفرج، ورابطة الأندية قالت خلاص من مباراة إنبي في 5000 متفرج للزمالك و5000 لإنبي. والله جه الإنبي 5 أهلا وسهلا، ما جاش خلاص. لكن في 5000 متفرج زملكاوي، لازم جمهور الزمالك يبدأ في اللحظة دي يظهر في المباريات. ودي دعوة لجمهور الزمالك، روح مباريات الزمالك اللي جاية، احضر، وجودك مهم. اما يتقال على الجمهور، في ناس تقول على الجمهور اللاعب رقم واحد، وفي ناس تقول اللاعب رقم 12، كائنا ما كان هو رقمه ايه، لكنه لاعب ومؤثر. جمهور الزمالك لازم يحضر المباريات اللي جايه، 5000 متفرج في كل مباراه، يجب ان يكونوا متواجدين لدعم لعيبه الزمالك، وتشجيع لعيبه الزمالك، ورفع روح المعنويه للعيبه الزمالك. ليه؟ لان الهدف قرب. زي خلص الدور الاول ب 41 نقطه، خلص الدور الاول ب 41 نقطه، خلاص احنا في الدور الثاني. يعني ايه؟ يعني بنقرب يوم ورا الثاني ورا الثالث لنهايه الدوري، يعني الوصول لما يرغبه جمهور الزمالك. روح شجع نادي الزمالك وشجع لعيبتك من قلب الملعب. 5000 متفرج، الرابطه صرحت انه خلاص تم الموافقه ان يبقى في 5000 متفرج لكل نادي. اعتقد ان في 5000 متفرج يحبوا يروحوا مباريات الزمالك، وهي مباراه مهمه وهتكون حلوه وفيها حماس. وخلي بالكم الفوز قد يتاخر كما تاخر في مباراه استر كامباني، لكنه بوجودكم وبدعمكم يجي. اما تاخدوا الرؤى المشهد بتاع احتفال احمد سيد زيزو مع الجمهور واحتفال الجمهور معاه، دي الاشاره الاولى من الجمهور للعيبه اللي هيأدي في الملعب زي زيزو واخرين، ازاي نحتفي بيه ونحتفل بيه وهندعمه ونقف جنبه. ليه؟ لانه واقف مع الزمالك وبيلعب لصالح الزمالك بكل نقطه عرق عنده ولا يبخل بيها. هي دي الرسائل اللي لازم جمهور الزمالك يشتغل عليها، وخصوصا ال 5000 متفرج اللي هيروح ملعب. مهما كان الملاعب في مصر، يعني استاد القاهرة 67000 متفرج ولا 70000، 5000 ممكن ما يظهروش، لكن لو اتجمعوا في مكان تواجدوا بشكل مظبوط ليهم أثر. لما يجودوا في ماتش في استاد زي المقاولين هيبقى ليهم أثر كبير، استاد زي بتروسبورت هيبقى ليهم أثر، استاد زي استاد اسكندرية هيبقى ليهم أثر، استاد زي استاد اسماعيلية هيبقى ليهم أثر. ابقوا واضحين، دوركم مهم. جمهور الزمالك دوره مهم،
وما تسمحوش بحد ياخدكم فيه معارك جانبية. ركزوا في تشجيع الزمالك، هياخدوكوا في معارك جانبية وهتسمعوا حكايات لتشتتكوا انتوا كجمهور. جمهور الزمالك داعم لفرقته وداعم لناديه وداعم للاعبته. ممكن تبقى شايف ان في لاعب او اتنين ما بيأدوش الاداء اللي انت تتمناه، ماشي بيحصل، مش كل لعيبة العالم تبقى في افضل حال طول الوقت، لكن بالدعم بتاعك وقوفك جنبهم ممكن يتحسنوا. اما تهتف لهم وتناديهم في الملعب وتشجعهم، ولو الامور يعني شديدة كده ومتعصبة تدعمهم وتقف جنبهم والتنيك تشجع للحظة الأخيرة، أكيد هيكون في ناتج. أي لاعب، أي لاعب بيحب يسمع هتاف جمهوره، أي لاعب بيحب يسمع إعجاب جمهوره، طبيعي قبل ما أسمع الهتاف أو الإعجاب لازم أأدي في الملعب. كل حاجة مربوطة ببعض، اللاعب يأدي في الملعب، الجمهور ايه يحيي ويشجع، الجمهور يحيي ويشجع، اللاعب يلعب في الملعب ويؤدي، مربوطين ببعض، مفيش حاجة قبل التانية، الاتنين واحد، ممكن حد يمين وحد شمال لكن الاتنين واحد، هو خط مستقيم واحد، التشجيع والتحية بالأداء والروح مربوطين ببعض. هتشجع عشان اللاعب بيأدي، اللاعب بيأدي عشان الجمهور بيشجع، واضحة. مهمة لعيبة الزمالك كبيرة ومهمة جمهور الزمالك كبير. وقبل ما اطلع للفاصل عاوز اؤكد على ان الموسم اللي جاي والموسم ده مهم جدا من جمهور الزمالك الا يهتم او يسمع لما يقال حوالين نادي الزمالك، وكلام هتلاقوه طالع من كل اتجاه وكلها كلها سلبية. لا تقعوا في هذا الفخ، أرجوكم لا تقعوا في هذا الفخ، شجعوا النادي وقفوا جنب النادي ودعموا النادي، وده عادتكم مش جديدة يعني. فاصل ونرجع نكمل كلامنا. قبل ما نروح لأخبارنا اللي معانا النهاردة عن نادي الزمالك، عاوز اتكلم عن خبر معانا، وهو انه في اتجاه حاليا داخل نادي الزمالك بعمل لائحة خاصة لدوري أبطال إفريقيا الموسم الجديد. حوافز كبيرة وثواب وعقاب، تمام، وفي حالة التقصير من اللعيبة هيكون في عقوبات وحاجات زي كده، وفي حالة النجاح في مكافآت ومكافآت كبيرة. لغاية دلوقتي مش باين عناصر اللائحة أو بنود اللائحة هتكون إزاي، لكن مهم جدا إنها تكون في التفكير واللعيبة تبقى عارفة ده ومعاها لائحتها وتقراها كده بتروي وبهدوء عشان تعرف ما لها وما عليها. للحقيقة انه عيب كبير جدا ان الزمالك يكون بعيد عن دوري ابطال افريقيا والحصول عليه من عام 2002. احنا بنتكلم 20 سنه، السنه الجايه يعني هيبقى الموسم اللي جاي 21 سنه. غياب طويل جدا وما يجب ان يحدث ولا يجب ان يتكرر. عشان كده الفكرة بتاعت اللائحة مهمة، وكمان لازم اللعيبة بتوع الزمالك اللي موجودين دلوقتي واللي مكملين واللعيبة الجدد اللي هيتعاقد معهم نادي الزمالك يبقى تفكيرهم الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أيا كان المنافس اللي هيقابله، اسمه إيه، عناصره مين. لازم من دلوقتي الطموح يبقى كده،
الكلام يبقى كده. لازم تقول لنفسك انك قادر على الحصول السنة الجاية على دوري ابطال افريقيا. اللعيبة مش قليلة، اسماء كبيرة، وهيبقى في تدعيمات كبيرة ومميزة 1000% في كل المراكز التي يحتاج فيها الزمالك تدعيم، هيكون فيه وانت مغمض عينك، وعناصر ولاعيبة محترمة جدا فنيا وأخلاقيا. هذا لا يعني إجحاف دور اللي موجودين، لا، اللي موجودين موجودين، والذلك يقدر يضيف 2 و3 و4 و5 مع اللي موجودين في مراكز معينة. انت مش عاوز في كل المراكز، مش في كل المراكز انت عايز لعيبة. فبالتالي لازم التفكير يبقى كده، خصوصا انك ضمنت خلاص كنادي الزمالك ولعيبة نادي الزمالك، ضمنت انك انت تكون متواجد الموسم اللي جاي اللي هتبدأ. ده اللي انا عايز اقوله لكم، يعني اللي هتبدأ مبارياته في شهر اغسطس. شهر اغسطس بعد 3 شهور. عشان كده لازم يبقى، والدوري شغال، الدوري المصري هيبقى لسه شغال. فمهم جدا انك تبقى عارف ده وبتفكر فيه، ومهم جدا ان ادارة الكرة في الزمالك راخرة وبتبص لقدام. وعلى فكرة دي طبيعة امير مرتضى لمن لا يعرف، يعني هو طول الوقت اللي فات فات واللي موجود مش باصص له، باصص لقدام. ودي مش مجاملة، يعني امير مش محتاج ان انا اجامله، لكنها حقيقة، ودي طبيعته وشخصيته. بص لقدام وبيخطط لقدام. ففكرة اللائحة دي حاجة ممتازة يعني، واعتقد ان هيكون فيها تنفيذ. انا كان في حوارات قديمة يعني مع امير، فكان من ضمن افكاره يعني لا سابق لقدام، حكاية السابق لقدام، انه عاوز يعمل ويجب ابليكيشن يعني او تطبيق للفريق، محطوط عليه اللائحة، محطوط عليه الثواب والعقاب، محطوط الغيابات، لو اتأخرت عن التدريب يظهر لك الخصم ايه، لو مكافأة الفوز ايه. فكرة مش هقول لكم، بص لقدام. كان طبعا الموضوع ده تعطل اكيد عشان فترة الغياب دي، ودلوقتي في امور ملحة اكتر، وبعد كده ممكن يبص الحكاية دي. يعني دي من ضمن الكلام اللي كنا بنتكلمه او كنت بتكلمه مع امير قبل كده، يعني من ضمن افكاره يعني. فمهم جدا انك تبقى عارف انت واقف فين، وعارف انت عايز ايه. ده لاعب الزمالك، ولازم جمهور الزمالك يشتغل الحكايه دي كمان، يبقى عارف هو عاوز ايه ويدعم ازاي. فكره تدعيم افراد مش حلوه، لكن دعم الجماعه ودعم المجموعه حلو. اذا انت بتدعم فريق، بتدعم نادي، ما بتدعمش لاعب. دعم اللاعب في الملعب تشجيعا، لكن بشكل عام بره الملعب انت بتدعم نادي وبتدعم فريق بعناصره اللي موجود تثق فيهم. ده ياخدنا الى كرة اليد. النهارده الزمالك خسر من النادي الاهلي في بطولة السوبر الافريقي، والنادي الاهلي هيبقى هو اللي يلعب في كاس العالم للانديه، والزمالك لعب يعني عدينا منه كتير. زي ما دايما كده جمهور الاهلي، ودي حاجه ملاحظها يعني، كان لا يهتم نهائيا بموضوع الالعاب الجماعيه والعاب الصالات. يعني الفتره الاخيره مع السوشيال بقى والمناكفه يعني على السوشيال، بداوا يهتموا يعني، ودي حاجه تسعدني على فكره، ما تزعلنيش. عشان التوقف بقى، هيتوقفوا عن صياغه ايه، انتوا بتستسلكوا اليد بس اللي بتشقصوا اليد، هو اللي مش عارف ايه. دلوقتي اليد ايه بالنسبه لكم؟ خلي بالكم النادي الاهلي اسم كبير في كره اليد على فكره، مش فريق قليل، لا، وصاحب تاريخ في كره اليد زيه زي الزمالك، فدي كويس. لكن الصياغه بقى بتاعت انه انتوا اصلا احنا ما بنهتمش بالحاجات المهمه عندنا في الكوره، انتوا بتهتموا اهو وبتفرحوا كمان.
صحيح النادي الاهلي النهارده خسر برضه قصاد الاتحاد السكندري في السله، لكن الاتحاد السكندري قيمه كبيره قوي في كره السله مع الزمالك. يعني الزمالك والاتحاد هم كبار كره السله، شاء من شاء وابى من ابى. لكن ده لا يعني انك تحاول لتصل لتعلو لتكبر، دي حاجه ما فيهاش مناقشه، حقك. لكن انا بتكلم على الجمهور اللي كان بيتعامل مع العاب الصالات باعتبارها حاجه هامشيه مش اساسيه، وان كره القدم هي الاساسيه. دلوقتي هم اللي شايفين لا 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 دي حاجه كبيره، لا 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 دي حاجه حلوه، رحيل كاس عالم الانديه لكره اليد، ورحنا كاس عالم كره القدم وهكذا. دلوقتي بقى حلو، ما عنديش امسك بقى على كده، امسك على كده بس، مش عاوز اكتر من كده بصراحه. طبعا احنا بعد شويه هيكون معانا الكابتن الكبير حسن يسري، كابتن الزمالك في كره اليد واحد الاسماء الكبيره جدا، هنتكلم عن امور كتيره في كره اليد بعد شويه. لكن تعالوا بقى نروح لاخبار اللي معانا دلوقتي، نقول كده بسم الله. عندنا الخبر الاولاني ان شيكابالا خد راحه من التدريبات الجماعيه للزمالك. الجهاز الفني للزمالك منح محمود عبد الرازق شيكابالا راحه بتدريبات جماعيه اللي اقيمت النهارده بسبب شكوى اللاعب من بعض الالام في القدم. وشيكابالا بيؤدي برنامج علاجي وتاهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي الفريق من اجل تجهيزه للعوده للمشاركه في التدريبات. الحقيقه انه شيكابالا زي كل لاعب في نادي الزمالك مهم وجوده. وطالما اشتكى شيكابالا يبقى على طول شيكابالا بيعاني، لان شيكابالا يعني الشديد القوي هو اللي يمنعه عن التواجد في التدريبات. فبالتالي نتمنى له يعني العوده سريعا والالام اللي في القدم دي تروح بسرعه، وان شاء الله يبقى جاهز للي جاي. في نفس الوقت الجهاز الفني للزمالك عمل خصص فقره تاهيليه للعيبه بالكره، استمرت الفقره دي 15 دقيقه وشهدت اداء تدريبات بالتمرير بالقدم واليد، كذلك الرأس والقصف الاعلى بهدف زياده المرونه وتنشيط العضلات. وده امر بقول لكم تدريبات تقريبا مكرره، هي يعني ما يبقى فيهاش تغييرات، حاجه قبل حاجه يعني، لكن دي مهمه زي ما اتقال كده في الخبر لزياده المرونه، الحركه انك انت تعرف تغير اتجاهات، تعرف تمرر بشكل مفاجئ، ازاي تتعامل مع الكوره، ردود افعالك دي محتاجه مرونه ومحتاجه عضلات قويه، فعشان كده برضو يحصل الحاجات دي كلها. نروح بقى للفكره اللي بعديها اللي انا قلت لكم عليها في البدايه، فيريرا يصحح الاخطاء، وهتنيكم تسمعوا الخبر ده وتقروه كتير طول ما فيريرا موجود، لانه معلم بروفيسير مدرس يعني ايا كان الصيغه اللي انت عايزها، بيوقف اللعيبه ويعلمهم الوقف. خلي بالك انت كتلميذ ممكن تحتاج تكرار الامر، امر ما يزعلش، لكن مهم انت كتلميذ انك تستوعب وتفهم البرنامج بتاعك المنهج بتاعك عشان تؤدي المطلوب وتنجح. انت اول واحد هتنجح، انت اللي هتفرح، انت اللي هيبقى الناجح يرفع ايده. فالموضوع عندك كلاعب الزمالك. فالنهارده لعيبه الزمالك ادوا فقره فنيه على هامش المران اللي كان في ملعب طبعا عبد اللطيف ابو رجيله، والجهاز الفني بقياده البرتغالي فيريرا ركز خلال الفقره على بعض الامور الخاصه بخطه اللعب اللي هيواجه بيها انبي. برضه فيريرا عقب انتهاء الفقره عمل محاضره فنيه سريعه شرح خلالها كافه التفاصيل الخاصه بالايجابيات والسلبيات، واعطى تعليمات خاصه لبعض اللاعبين بشكل منفرد. بمناسبه بشكل منفرد، من ضمن اللي حصل اللعيبه دي كان جلسه مع اوباما. النهارده فيريرا على هامش المران عمل جلسه مع يوسف ابراهيم الشهير باوباما، واتكلم معاه في جلسة منفردة حسب في التعامل وتقدير ان اللاعب ما بيلعبش في مركزه،
اللي احنا نعرفه واللي تعودنا ان احنا نشوف اوباما فيه ممكن يطور من نفسه ويلعب في مركز تاني مع حد زي فيريرا، يا ريت يبقى لاعب جوكر. يلا اتفضل، محدش هيزعل. النهارده كان في مران لفريق الامل. فريق الامل حسب ما انا اعرف انه كان موجود قبل كده السنه اللي فاتت، برضه من مجموعه عناصر يعني هذا السن، وكان برضه الفكره دي كانت فكره الكابتن اسامه نبيه وقت ما كان موجود ايام كارتيرون. وكان حتى في ايام كده مباريات بتتلعب وديه وكانوا بيروح، كان محمد عواد ساعات كان بيروح يقف كمان للفريق يعني. ده كان الافكار اللي كانت موجوده بتتجدد. بس المره دي بقى بعناصر من مواليد 99 لغايه 2004. يعني مثلا في حراس المرمى محمد نديم وصاد عطيه مواليد 2001. معاذ علاء الدين مواليد 2003. محمود اشرف الشناوي مواليد 2004. عندنا في خط الدفاع حاتم محمد سكر 2001، وسكر لعب قبل كده يعني في الفريق يعني لو. محيي جمعه 2003، احمد رفاعي 2003، محمد حمدي 2000، محمد طارق وشارك في الفتره الاخيره في كاس الرابطه مواليد 2002، ابراهيم محمد 2001، محمد حسام بيسو 2001، ماجد هاني 2003، احمد عبد الرحيم ايشو 2003، طارق علاء 2003، محمد خضري 2002، كريم محمد 2001، مصطفى طارق مصطفى 2001، كريم عبدون 2003، يوسف اسامه نبيه 2000، علي ياسر 2003، حسام اشرف 2001، احمد زكي 99. دول العناصر اللي هتكون موجوده. مين اللي هيقوم بالتدريب؟ بناء على خطه وضعها فنيه فيريرا للعيبه دي، عشان نحتاج احدهم خلال مشوار مباريات الدوري اللي جايه يبقوا جاهزين وبيشتغلوا بطريقه ومنطق الفريق الاول، عشان اما يدخل اللاعب يبقى داخل في الميكانيزم بتاعت فريق اول على طول بقى، لانه بيتدرب نفس التدريبات نفس الافكار نفس التوجيهات. الواضع التدريبات دي والاداء هو فيريرا، اللي هينفذها الكابتن اسامه نبيه والكابتن احمد عبد المقصود، هم دول اللي هيتعاملوا مع فريق الامل ويقودوا التدريبات بتاعته. لكن الفريق ده ممكن في المباريات اللي جايه تلاقي عنصر بيدخل اتنين في احتاجات، وخلي في يعني في لعيبه شاركت. ماجد هاني لعب في مترو اتلتيكو وصاب مترو اتلتيكو، يعني شارك في الفريق الاول في مباريات تانيه، فيعني في لعيبه شاركت. حسام عبد المجيد شارك، لا حسام مش موجود هنا. يعني محمد سكر شارك، محمد طارق شارك، حاتم سكر شارك، يعني دول شاركوا قبل كده يعني. فيتمنى ليهم منه يعني الاداء الجيد واللي يسعدنا ويبقوا فريق الامل. و22 لاعب باعمار مختلفه من 99 لغايه 2004. كابتن عمرو زكي نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك النهارده كان بيتابع المران في فريق الامل، النهارده حضر يعني مع الكابتن اسامه نبيه، وطبعا تمنى لهم النجاح، ومجموعه الشباب اكيد الكل هيدعمهم ويقف جنبهم، ويعني نتمنى طبعا. وبرضه عمرو زكي حاجه يعني مهمه جدا في تاريخ الزمالك وتاريخ مصر، وواحد الهدافين، ويقدر يعني يساعد في امور كتيره جدا فنيا ان شاء الله. اتحاد الكوره ماله بقى؟ اتحاد الكوره النهارده اتحاد الكوره اعلن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر. اتحاد الكوره اعلن التشكيل كالاتي: الكابتن ايهاب جلال مدير فنيا، محمد شوقي مدرب عام، احمد حسام مدرب مساعد، عصام الحضري مدربا لحراس المرمى، علي طه محلل الاداء ومخطط احمال فرنسي، ومحمد الدكتور محمد ابو العلا رئيس الجهاز الطبي، واعتقد انه برضو الاستاذ محمد صلاح المدير الاداري يعني للمنتخب هيكون برضو نفس المجموعه معاه يعني. الكابتن ايهاب جلال النهارده في المؤتمر زي ما انتم شايفين، طبعا الكابتن جلال ايهاب ما كانش لاعب، ما لعبش في المنتخب المصري من قبل، لكن هو اختار رقم 8 ليه في تيشيرت المنتخب، ورقمه في الغالب كان في الاسماعيلي والمصري يعني. لكن طبعا لا شك ان احنا نتمنى النجاح للكابتن ايهاب جلال،
هو ابن مصر يعني، ونتمنى له النجاح، ونتمنى انه يعني نجاحه ده يبقى سريع ويبدأ بماتش غينيا يوم 2/6، وراها ماتش اثيوبيا. بس هتكلم عن الموضوع ده، لكن تعالوا نشوف تصريحاته الاول. الكابتن ايهاب اعرب عن سعادته طبعا بتولي مسؤوليه القياده الفنيه للمنتخب، مشددا انه سيبذل قصارى جهده حتى ينجح في مهمته، وخاصه ان هدفه عوده منتخب مصر لمكانته المعهوده، سواء بحصد بطوله امم افريقيا او الوصول الى كاس العالم. احنا طبعا خدنا 7 مرات كاس امم افريقيا، لكن وصلنا كاس العالم 3 مرات على سنوات عديده قوي، يعني 34 و90 و2018. يعني نتمنى انه البطوله اللي جايه 2026، وما اعرفش هو الكابتن ايهاب عقده 2 سنين، البطوله هتبدا تصفيتها في اواخر 2024، يعني نتمنى يكون نجح ويستمر يعني. لكن للعلم لمن لا يعلم فليعلم انه عدد مقاعد افريقيا في 2026 هي 9.5 مقاعد، لانه هيبقى في 48 دوله في كاس عالم 2026 اللي هيبقى موجود في كندا وامريكا والمكسيك، في 3 دول دول 48 منتخب، افريقيا هيكون ممثل فيها 9 منتخبات ومقعد ونص، ونص مقعد، معرفش بقى هيبقى اقونوسيا ولا هيروح النص مقعد ده يروح فين الملحق يعني. طبعا نتمنى المنتخب المصري يبقى من الـ9، ما يبقاش من نص يعني، مهم جدا. لكن نفكر في الحكايه دي. الكابتن ايهاب قال في خلال مؤتمر انه المنتخب فيه تحديات تنتظره، مباراتين في شهر يونيو، يوم 2 يونيو قصاد غينيا في استاد القاهره، طبعا هيبقى الساعه 9، ومع اثيوبيا حتى اللحظه في ملعب اثيوبيا، في دوله اثيوبيا يوم 15 تقريبا مايو. هنعرف هيكون في الماتش ده يوم 6/6 هيكون في اثيوبيا ولا بره اثيوبيا، في السودان، في كلام على انه يبقى في السودان او في كينيا. بس قبل ما نكمل كلام في الموضوع، تعالوا نروح نشوف تصريحات الكابتن ايهاب جلال النهارده في المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل كلام. بدايه مؤتمر النهارده بنقدم فيه المدير الفني والجهاز الفني لمنتخب مصر في الفتره اللي جايه. نتمنى من الجميع ان شاء الله باذن الله ان احنا نكون داعمين ليهم، خصوصا ان هم مش ناس غريبه علينا، هم الناس اساسا مصريين وطنيين، ناس كتيره كانت بتنادي بمنتخب وطني، ويمكن ناس كتيره في التحليل بتاعتها كانت بتتكلم ان احنا اخذنا بطولات في عصر مديرين فنيين وطنيين، وتمت مقارنات برضو في ناس كتيرة على ان المنتخبات اللي وصلت لكأس العالم غالبيتهم كلهم كانوا مدربين وطنيين، وده يمكن جزء من بداية ان احنا فكرنا في المنتخب الوطني خالص من عندنا ان شاء الله. طبعا انا بقدم المدير الفني الكابتن ايهاب جلال. كان في توافق كامل من اعضاء مجلس الاداره، طبعا في كلام كتير قيل في الفتره اللي فاتت، انا طبعا يمكن الكابتن بركات طلع وقال ان احنا توافقنا في الاخر، لكن كانت النيات كانت مدرب فني اجنبي او مدرب فني مصري، هي دي كانت نقطه الخلاف. لكن طالما تم اختيار مدير فني مصري فكان في توافق على الكابتن ايهاب جلال. بشكر كل اللي دعموا قرار وجودنا هنا في منتخب بلدنا، وبرضو نتفهم جدا بعض الاراء اللي ما كانتش مع القرار، ودي حاجه مش هنقدر نقول ان لازم يبقى في حاجه كامله في الدنيا. يعني حب اقول برضو ان احنا جينا بعد مدرب كبير ومعاه فريق كبير حقق انجازات بوصوله الاثنين فاينل افريقيا خلال البطولتين الاخرانيين، ووصل كاس عالم
الأخيرة، وإحنا هنحاول إن شاء الله نكمل أو نبتدي من الإيجابيات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، وفي نفس الوقت لو في سلبيات هنساعد في إنها تتحل، لكن هنبتدي من حيث انتهى منتخب مصر وعندنا فريق كبير إن شاء الله، لعيبة عندهم خبرة كبيرة، سواء اللي لعبوا اتنين فاينل افريقيا او في كاس العالم، واللي هيساعدوا اللعيبة الاخرين اللي هيتم اختيارهم ان شاء الله. عندنا حاجتين مهمين او حاجة مهمة جدا، عندنا مباراة بعد اقل من شهر او مباراتين بعد اقل من شهر، ودي هنبتدي نشتغل او ابتدينا بالفعل نشتغل من هنقول من اسبوع او اتنين، ان احنا نجمع المعلومات عن اللعيبة سواء المحترفة او سواء الموجودة في مصر. احنا عندنا حاجة مهمة في الاول، ان احنا ما عندناش وقت كبير نحضر لمباريات ودية مثلا. تاني حاجة احنا عندنا مهمة سريعة، ان احنا الاول نلعب الماتشين اللي جايين، ودي هيتم اختيار فيها 40 لعيب تقريبا غير المحترفين، هنعلنهم ان شاء الله بعد اسبوعين، وهتبقى الأولوية فيها للعيب الجاهز واللعيب اللي بيلعب في فرقته اساسي واللعيب اللي بيأدي اداء جيد، ودي سواء هو محترف او يعني محترف في الخارج او في مصر. ودي المهمة الأولانية اللي هي السريعة، اللي مش هيبقى فيها تغييرات كتيرة غير المصابين طبعا واللعيبة اللي ما بتلعبش. دي المهمة الأولانية. المهمة الثانية ان احنا نحضر ان شاء الله بعد كده اللي هي ابعد من الشهر اللي جاي، وابعد من بداية التصفيات اللي هي هنلعب فيها ان شاء الله يوم 2/6 و6/6. بعد كده هيبقى في قوام اكبر شوية للمنتخب ان شاء الله، تقريبا 60 لعيب غير المحترفين ان شاء الله، دول اللي هيبقوا نوال ان شاء الله تحضير هنقول لمرحله اكبر شويه او ابعد شويه، واللي ممكن فيها يبان فيها بعض اللعيبه الجداد شويه، او احنا متوسمين فيهم ان شاء الله يبقوا نوال منتخب مصر قادم ان شاء الله. تاني حاجة احنا هيبقى الاختيارات بالنسبة لنا، احنا مش جايين نعمل فرقة جديدة، احنا جايين نعمل توليفة جيدة ومزيج جيد بين اللعيبة الخبرة واللعيبة اللي ممكن يدخلوا منتخب مصر ويؤدوا اداء جيد ويبقى ليهم مستقبل كبير، وده ان شاء الله في الفترة اللي جاية اللي بعد المرحلة الأولانية اللي فيها المباراتين مباراتي غينيا وإثيوبيا. طيب بنبارك للكابتن إيهاب جلال ونتمنى له بالأدنى شك التوفيق، لكن أنا عندي حاجة بس كده عاوز أقولها للكابتن إيهاب جلال والأستاذ جمال علام، كنت تسمحوا لي يعني. أنا بتمنى من الكابتن إيهاب جلال إن هو اللي يتكلم، ما يسيبش حد تاني يتكلم. هو معتاد في الأندية إنه كان بيسيب المدرب العام، كان الكابتن حمد هو اللي بيتكلم، أو بعد شوية كان الكابتن محمود فتح الله. لا، في المنتخب حضرتك مش حد تاني اللي تطلع تتكلم، وتليفونك تفتحه لمن يريد أن يتدخل معاك عشان تبقى الأمور واضحة، عشان ما تزعلش من الناس، عشان بس الأمور تبقى بينة. واعتقد انه لن يكون مسموح، واعتقد اتحاد الكوره هيبقى بيبلغ الكلام ده، يعني ان وكيل الكابتن ايهاب جلال وكيل معروف يعني بيطلع كتير قوي بيتكلم على لسانه، ده ممكن تتقبل شويه في الانديه، لكن في منتخب مصر وكيلك لا يتكلم بلسانك. دي رسالتي الامينه جدا ليك ونصيحتي، اطلع اتكلم عشان كل ما هنتكلم هنعرفك. دي حاجة. الحاجة التانية ما تخليش حد يتكلم بلسانك وخصوصا وكيلك.
ده منتخب مصر. يعني انت اللي تقف وتتكلم وتواجه، ان كان في حاجة مش عاجباك قول، حاجة عاجباك قول، استفسار عند البعض جاوب عليه، لكن لا تترك الامر خصوصا في الفترة دي وانت تضع قدم لسه في ارض طينية، يعني لسه ما بقتش صلب قوي، فلازم تبقى ده اتجاهك ودي طريقتك. اما الكلام اللي قاله الاستاذ جمال علام انه سبب اختيار ان المنتخب ان اتحاد الكرة يقرر يعمل يجيب مدير فني محلي، انه معظم المنتخبات التي صعدت الى كأس العالم كانت بمديرين فنيين محليين. ممكن، ولو كان ده المبدأ انا ما عنديش مانع، بس انا هرجع تاني بس شويه لورا. لا انتوا كنتوا عاوزين كيروش ليه؟ وطلعت قلت كيروش موجود ليه؟ اذا كان بالمبدأ بتاعنا انه اللي رحنا كأس العالم اللي راحوا كأس العالم محليين، مدربين محليين، ابناء الوطن يعني. مع ان مثلا السعوديه رينارد السعوديه يعني، المغرب خيروزيتش يعني مش محليين يعني، لكن مفيش مشكله. ده مبدا حلو كويس ان في عرفنا سبب اختيار ليه مش كابتن ايهاب ليه، لا اختيار فكره مدرب محلي ليه؟ لانه اللي صعدوا كاس العالم معظمهم من مدربين ابناء الوطن. كويس، نتمنى بقى ان ده يكون المبدا ونظهر يعني اسماء كتيره بقى وجديده خلال الفتره اللي جايه. وما زلنا طبعا مع الاخبار، الكابتن ايهاب هو من ضمن التصريحات اللي قال انه عوده عبد الله السعيد من الاعتزال الدولي وارده. ماشي، يعني عبد الله مواليد 86، معرفش بقى احسبوها انتوا كام سنه، هنحتاجه ولا لا؟ ما قالناش خطته ايه؟ هل 4-3-3؟ وبعدين قال ان هيبقى في 60 لاعب قوام المنتخب غير المحترفين. كويس، دي حاجه يعني تسعدنا، 60 لاعب غير المحترفين هيبقوا قوام المنتخب. في الاخر المنتخب الماتش اللي جاي دوت عناصره تقريبا 23، اكيد مش هيضم ال 60 دلوقتي، يعني هيبدا بالحبه القليلين اللي معاه. بالمناسبه مش عارف الكابتن عامر حسين هيعمل ايه، يوم 2/6 مباراه غيني، يوم 6/6 مباراه اثيوبيا، من 6/6 ل 14/6 8 ايام دول برضو في اطار الفيفا دي. طبعا ممكن نكتشف انه في انديه عندها لعيبه بتلعب، طب الثمان ايام دول هنلعب فيهم ماتش ودي ولا لا؟ دي حاجه يعني لازم نبقى عارفينها، ومع مين؟ ولو مش هنلعب هل ممكن تتلعب مباريات كاس مصر مثلا؟ يعني عاوزين نعرف من الكابتن عامر حسين الموضوع واخدنا ورايح فين. برضو الكابتن ايهاب جلال قال لي انه محمد صلاح تواصل معاه وانه سيكون له دور مهم في الفتره القادمه، وانه يتمنى انه يحقق يعني البطولات مع المنتخب، وانه قال انه سياتي لمساعده منتخب مصر، دوره كبير في الفتره المقبله، هو كابتن منتخب مصر، يعني محمد صلاح كابتن منتخب مصر. الراتب انا من الخبر عندي انه القيمه الماليه بتاعه المرتب، انا ما بحبش اتكلم عن الموضوع ده، ربنا يعني يزيد ويبارك يعني وخلاص، وملناش دعوه بقى. هي الحكايه انه ما فيش شروط جزائيه، تمام، وانه اتحاد الكره منحوا الصلاحيه الكامله لاستقدام اي اسماء الجهاز في الفتره المقبله، وده معناه ان احنا قد نرى الكابتن حمد ابراهيم. وقال انه شروط الاتحاد في العقد هو الوصول لكاس افريقيا والتتويج باللقب والتاهل لكاس العالم. العقد سنتين، كاس العالم بعد 4 سنين، لكن ما فيش مشكله يعني. خلاص يعني اخبارنا خلصت، وهنطلع لفاصل وبعد خبر الايه؟ ماشي، في خبر نسيناه بيفكروني بيه، انه الخبر اللي نسيناه انه رابطه الانديه اوسط مجلس اداره اتحاد الكره، او اتحاد الكره استجاب لتوصيه رابطه الانديه وقرر انه منع انتقال اي من الاجهزه الفنيه بدايه من الدور الثاني وحتى نهايه الموسم، سواء بسبب الاقاله او الاستقاله او التراضي بين المدير الفني والنادي حتى نهايه الموسم. ما يحصلش
حالة ان المدير الفني يمشي من النادي ده فيروح نادي تاني يوم يعني، ده القرار بتاع اتحاد الكورة، وانهم قبلوا توصية رابطة الاندية بنسبة 99%، مفيش تغييرات خلاص يعني، الموسم على ابواب اغلاقه. فاصل، وبعد الفاصل هنلتقي بالكابتن الكبير حسن يسري لنتكلم معه عن كرة اليد وحال كرة اليد في الزمالك. اهلا بكم مره تانية في زملكاوي، ومعانا بقى الزملكاوي ده يعني يوصف بالزملكاوي بكل اريحيه يعني، وانت بتقولها كده وانت مطمئن تماما، روح وقوه وشخصيه، ويعني من الاسماء اللي هيكون ليها قيمه وشنه ورنه زي ما بيقول كده في الزمالك اداريا خلال السنوات القادمه ان شاء الله، الكابتن الكبير حسن يسري. اهلا بيك كابتن حسن، ومنورني دايما هنا في زملكاوي. طبعا اهلا وسهلا بحضرتك، وليا الشرف ان اكون متواجد مع حضرتك. حبيبي يا كابتن، شفت النهارده مباراه ازاي او سمعت مباراه الزمالك ازاي النهارده؟ اعتبر ان الرؤيه كانت ممنوعه يعني. والله طبعا هي مباراه الزمالك يعني للاسف الزمالك خسر النهارده، لكن طبعا ده ما يقللش من قيمه نادي الزمالك او لعيبه نادي الزمالك. صحيح. او فرقه نادي الزمالك لكره اليد، لان هي ليها تاريخ ورصيد كبير جدا. لكن على طول يعني نتكلم ان احنا او فرقه نادي الزمالك هي طمعت جمهور نادي الزمالك في اي بطوله بتلعبها، فهي لازم تكسب المركز الاول، لان المركز الثاني بالنسبه لنا خساره. لكن في الاول في الاخر قدر الله ما شاء فعل. على نتيجه المباراه او سير الاحداث زي ما حضرتك قلت احنا ما شفناش حاجه، لكن انا اقدر اقول المباراه كانت ماشيه ازاي من خلال النتيجه كجزء فني اقدر اتكلم فيه. لكن يعني اللي حصل ان المباراه هتتذاع مش تتذاع، الطقم بتاع الاذاعه وصل هناك، لا المباراه مش تتذاع مش تتذاع، ده بيحصل في افريقيا، وافريقيا بيبقى فيها مشاكل كتير. لكن في الاول وفي الاخر النادي الاهلي كسب النهارده بطوله السوبر، بنقوله مبروك وهارد لك لنادي الزمالك. لكن لازم اللعيبه اللي هم اصحابي واخواتي واللي انا يعني معاشرهم فتره من الزمن طويله، لازم نقدر نطلع من الكبوه دي سريعا، لان لسه عندنا شوط تاني هيبتدي من بعد بكره. هيبتدي بطوله افريقيا ابطال في النيجر برضه، طبعا في النيجر، فلازم نخش الدور التاني ده بحافز اكبر، بشخصيه مختلفه، ان شاء الله ربنا معانا ونقدر نصالح جمهور نادي الزمالك بالبطوله ان شاء الله. ان شاء الله. في بعض من جمهور الزمالك، مش عايز اقول كل، على السوشيال ميديا خصوصا كان على ان الاجواء كانت صعبه، وان الاجواء هي التي لم تساعد الزمالك، وعرفش حكايه قطع النور ومش قطع النور وحبه حاجات، هل انت شايف ان ده ممكن يكون ليه اثر؟ لا بص اقول لحضرتك حاجه، انا لعبت في افريقيا كتير ورحت افريقيا كتير. مش هقول لعيبه نادي الزمالك، هقول كوماندوز بقى نادي الزمالك. احنا اتحطينا في اجواء اصعب من دي كتير. وفي الاخر بنقدر نعمل اللي علينا ونفرح جمهور نادي الزمالك ونقدر نكسب البطولات وكلام من ده، لان ده بيحصل. انا عشت في افريقيا في بطولات مفيش نور ومفيش ميه ومفيش اكل ومفيش ومفيش ومفيش. لكن كنا بنتغلب على ده. لكن انا بتكلم دلوقتي يا كابتن شادي من موقع مسؤوليه. المسؤول او الممارس للعبه بيبقى ليه طريقه كلام وصياغه كلام، عكس المشجع برضه بيبقى ليه طريقه كلام وصياغه كلام. صحيح. فانا بتكلم كمسؤول، لو انا هبني مشاكلي او اللي حصل النهارده على ان النور قطع او مش النور قطع، لا اللعيبه دي عاشت اصعب من كده. يعني انا مش هحط حجج، انا رايح العب رايح اكسب. اصله خساره بهدف في اللحظات الاخيره يعني، مش مثلا فارق شاسع، والعكس زي كان متقدم حسب يعني النتائج كنا بنشوف كان بيتقدم، فمفيش صعوبات بقى. انا كان معايا مداخله النهارده الصبح كده اذاعه شباب الرياضه، فكانوا بيتكلموا، قلت لهم المباراه النهارده مختلفه. المباراه في الملعب بتاعت مين ما اقدرش اقول. لما كنت تكلمني في الماتشات اللي قبل كده اللي هي في الدوري كده، كنت اقول لك الزمالك 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 في فرق مستوى. النادي الاهلي دعم تدعيمات قويه جدا عشان يقدر يبقى ند لنادي الزمالك في مباراه زي دي. التدعيمات ديت ممثله في رافائيل. انا عايز اقول لحضرتك ان في الحته بتاعه الميدل ايست وافريقيا في اتنين لعيبه ثلاثه لعيبه هم اللي يقدروا يصنعوا الفارق. منهم رافائيل كابوتيه ده، لان انا لعبت معاه في نادي الجيش القطري. في لعيب تاني اسمه فرانسيس، ده بيلعب كان في الجيش في
في منتخب قطر ودلوقتي بيلعب اعتقد في الكويت الكويتي، دول اللعيبه الكواليتي العالي اللي زي متواجد عندك. انت النهارده لما بتيجي بطوله الخليج او بطوله اسيا او اي بطوله بياخدوا من الزمالك، بياخدوا من الزمالك، لان لعيبه الزمالك هي اعلى كاتيجوري موجوده في مصر وفي المنطقه عموما، في المنطقه العربيه بافريقيا هم اعلى ليفل موجود، بدليل ان انت النهارده بتشوف لعيبتك لعيبه منتخب مصر محترفه في احسن ثلاث انديه في العالم، اربع انديه في العالم. صحيح. احد الدرع طالع على فيس بريم المجري اللي بيلعب فيها يا خالد، النادي ده على طول في الفاينل فور في بطوله اوروبا. النهارده علي زين بنشوفه في برشلونه، سند النهارده هداف الدوري الفرنسي، الكواليتي بتاع لعيبتك عالي قوي. فانت لو بيحصل تدعيمات بتحصل من المنطقه العربيه ميدل ايست او افريقيا. عشان اوروبا فيها نظام تاني ان اللعيب ما ينفعش يخرج يلعب اعاره ويرد وكلام من ده، حتى الاهلي كان عايز يدعم بهرنانديز اللي هو جابه في السوبر الافريقي اللي فات اللي الزمالك كسبه بكره احد درع، لكن ليه معدل اعراض فهو خلصه. عشان كده هم استعانوا برافائيل، واعتقد ان هو صنع معاهم فارق، لان انا عارفه رافائيل كابوتيه في 2015 في كاس العالم في قطر ده كان احسن باك ليفت في العالم. خد احسن باك ليفت في العالم. نتفق نختلف ان مستواه هبط شويه كلام من ده، بس لعيب متمارس وعلى البطولات والاجواء الصعبه وكلام من ده، فاعتقد ان هو كان اضافه. سيد الحارس بتاع نادي سبورتنج كان اضافه للنادي الاهلي. ف يعني نقدر نتكلم بكل امانه، النادي الاهلي اشتغل في الفتره اللي فاتت دعم، عمل كل اللي يقدر يعمله لفرقه كره اليد عنده للوصول لمستوى الزمالك، ان هو يوصل انه يبقى ند ليك. وقصه بقى فرق جون مش عارف ايه، يعني احداث المباراه نفسها اللي انا اقصده ايه، التدعيمات ما عملتش الجاب الواسع، لان لعيبه الزمالك كده كده مستواها في حته تانية، فالمباراه كانت ماشيه 2 3 ليك. هو الاهلي ابتدى عالي في المباراه، الشوط الاول انت خلصته لمصلحتك، طول الشوط الثاني انت راكب المباراه. لحد الدقيقه 25 26 ابتدى الاهلي يرجع للجيم. لو هنتكلم ايه سبب الرجوع، حضرتك لما تيجي تبص على نتيجه الشوط الاول 19 16 معدل تهديف عالي جدا. فاذا انت لعيبتك قرست على نفسها كويس جدا. جامد جدا. الشوط الثاني الموضوع اتقلب، انت جبت 12 جون، النادي الاهلي جاب 16 جون. فهو ده يشرح لنا ايه؟ ان هو عارف يريح لعيبته جوه الجيم. خد 100% من الباور بتاع فرقته اثناء ال 60 دقيقة. انت اللعيبة عندنا، عشان عندنا لعيبة افراد عالية جدا ممثلة في احمد الاحمر ويحيى الدرع وحسن قداح محمد رمضان في الدفاع، فانت التغييرات عندك عشان راحة اللعيبة مش بالشكل اللي الناحية التانية. النادي الاهلي كان عنده فرصة اكبر انه يقدر يريح ده 5 دقائق 7 دقائق، طلع ده مكان ده عشان يقدر يكمل بالفرقة كلها. فطبيعي ان انت معدل التهديف بتاعك الشوط التاني قل بنسبة 40%، ده ملوش غير نتيجة واحدة، تعب واجهاد. يعني الفرق ده التعب والاجهاد طبعا، لان احنا حملنا، لان الشوط الاولاني احنا عملنا شوط، انا بقول لك معدل التهديف في الشوط الاولاني عالي. 19 جون ده معدل تهديف عالي. معدل التهديف العالي ده بيثبت لك ان اللعيبة المباراة كانت سريعة. سريعة يعني ايه؟ يعني فيها جري، يعني فيها تصويب، يعني فيها فاست بريك كتير، ده كله الهجمه ما بتاخدش وقت بالظبط. ده كده ده كله زائد ان ده كله بياخد من الطاقه بتاعتك. فاذا لما تيجي الشوط الثاني تلعب بنفس الاداء، كلنا طبيعي لازم لعيب يتعب، لازم يريح 5 7 دقائق اثناء الجيم، زائد الراحه اللي بتبقى بين الشوطين. لكن معدل التهديف بتاع نادي الزمالك في الشوط الثاني كان قليل. ممكن هو ليه سببين زي ما انا قلت لحضرتك، التعب او الاجهاد او حراسه المرمى في النادي الاهلي كانت بتصد. لكن احنا ما شفناش الجيم. فهنبص على ايه او هنتكلم في ايه؟ هنتكلم ان احنا كنا مجهدين شويه في الشوط الثاني، لكن في الاول وفي الاخر هي دي كره اليد. النادي الزمالك هو يعني الحمد لله رب العالمين بطل السوبر 7 مرات، وده ما ينقص من اللعيبه شيء، بالعكس ان شاء الله ده يدينا حافز للبطوله بتاعه افريقيا ابطال الكؤوس، ان جمهور الزمالك نصالحه بالبطوله دي، زائد اللعيبه كمان تصالح نفسها، لان انا عارف الخساره في نادي الزمالك بتعمل ايه. يعني اللعيب في نادي الزمالك عشان مش متعود على الخساره، الخساره بتعيش معاه شويه. ازاي المدرسه دي اتعملت في الزمالك في كره اليد؟ مدرسه عدم قبول الخساره، وان او يعني طبعا الرياضه مكسب وخساره، دي حاجه ما فيهاش مناقشه. قصدي فكره انه طب انا خسرت طب انا هعوض، الروح دي اتكونت على مدار سنين ازاي؟ بص يا كابتن شادي، انا دخلت نادي الزمالك سنه 99. كان في طبعا كباتن الفرقه كابتن ايمن صلاح وحسام غريب. دول اتعلموا من اللي قبليهم. اللي قبليهم كابتن هشام نصر، كان كابتن خالد فتحي، كابتن عمرو صلاح. الجيل ده اتعلم من مين؟ من كابتن حسين لبيب وحسن صقر. كان يقود المنظومه الدكتور كمال درويش. فاحنا لما دخلنا لقينا مدرسه مختلفه.
مفيش حاجه هنا متسابه للصدفه. بيحصل مشاكل في اي فريق طبيعي، المشاكل دي حضرتك بتلاقي نفسك قاعد مع الناس الكبار دول اللي هم الرموز اللي انا بتكلم عليهم دول، هو بيقعد يحل لك مشكلتك، واللي بيتقال هو ده اللي بيتعمل، هو ده اللي بيتنفذ حتى لو مش موجود في الجهاز. يا باشا انا احنا كنا بنروح نقعد بره، بره النادي يعني، مش جوه النادي يعني، كنا بنروح لكابتن حسين لبيب او كابتن حسن صقر في بيته ونقعد والمشكله تتحل. فكباتن اللي انا دخلت لقيتهم موجودين في النادي كانوا بيحلوا بنفس الاسلوب. فانا كنت لعيب صغير، فشفت لما كبرت ابتديت ابقى في موضوع لعيب كبير فبحل بنفس الاسلوب، فهي بقت مدرسه مختلفه. بقت مدرسه ليها كبير جوه النادي. فاهمني حضرتك؟ والناس دي هي اللي بتحل لمصلحه النادي. الفتره دي ولاد النادي كنت بتشوف انت بقى حضرتك ايه، واحد مش موجود في الجهاز وبيجي يدفع فلوس، واحد مش موجود في الجهاز في النادي خالص وبيجي يقعد يحل المشكله. ناس مالهاش علاقه بالنادي خالص، بره النادي خالص، وبتقعد تحل المشكله. فانت لا، في حاجه هنا، ما هي مدرسه كره اليد دي محتاجه في حاجه هنا مختلفه تبقى في كله بصراحه. فهو كمان فيهم ميزه ان هم كل فتره من الزمن كل جيل بينقوا كادر يعلموه يشربوه يبتدي ينقل. فهي المدرسه كده. فانا كان من حسن حظي ان انا كنت في فتره من الفترات الكادر اللي اختاروني. بعديه خد احمد الاحمر ومحمد رمضان. وبعديهم هتاخد ناس وهتاخد ناس وهتاخد ناس، وهتفضل ان شاء الله ماشيه بنفس الفكر يعني. تمام. طب تعال نرجع تاني بقى للوقت الحالي. انت شفت التدعيمات اللي الزمالك تعقدها زي مع شادي خليل، شايف انها ان دي حاجه كويسه وتمثل اضافه، ولا كان الزمالك محتاج زياده؟ هقول لحضرتك حاجه، انا شايف ان الزمالك في الفتره اللي فاتت دي وجهه نظري، كان محتاج حد لعيب خط خلفي على مستوى عالي. لعيب خط خلفي يعني يلعب باك ليفت ويلعب في البلاي ميكر عشان يريح الاثنين اللي بيلعبوا يعني. بيعرف يجيد مكانين عشان يعرف يريحهم عشان تقدر تكمل ماتش. تمام. شادي من اللعيبه الموهوبه، من اللعيبه المميزه جدا، زائد عشان ان انت اسمه زي اسمه على الاقل. زائد ان انت عندك مشاكل في المركز ده، وسام في اصابه وخالد وليد في اصابه في الكتف، فانت المركز ده دلوقتي وقع من عندك الاثنين الاساسيين. فلازم تدعم. طبعا في محمد طارق ده لعيب صغير ناشئ وليه مستقبل طبعا الفتره الجايه، لكن ما تقدرش تحمل عليه في بطوله زي كده لان هو لسه صغير. لكن مبشر بالخير. في محمد رمضان هتلر، انت محمد رمضان هتلر بتاخد منه الدور الدفاعي اكتر بكتير من الدور الهجومي. فمش هتقدر تلعب بيه كدفاع وهجوم، ما يعني لو لعبت بيه في مكان هتفقد التاني. فهو دور الدفاعي طبعا اعلى لان هو مميز فيه. فلما حصل التدعيم بشادي، لا هو لعيب مميز في الدوري ولعيب مؤدي بشكل كويس جدا، وانا شايف ان هو فعلا اضافه لنادي الزمالك الفتره دي. كان محتاجين اكتر ولا كفايه كده؟ انا بقول كنا محتاجين لعيب خط خلفي يقدر يريح الخط الخلفي بتاعنا اللي يعني هو كنا محتاجين مع شادي حد تاني يعني. كنا محتاجين لعيب خط خلفي يقدر ويكون على ليفل عالي قوي زي يحيى وزي حسن عشان يقدر يريحهم، يدي المكان ده 5 دقايق ويدي المكان ده 5 دقايق، تقدر تاخد نفسك، تقدر تكمل بنفس الريتم وبنفس الاداء 60 طب انت شايف المفروض بعد البطوله اللي جايه دي الدرع هيروح الاحتراف، هل انت شايف الزمالك يعوضه ازاي؟ بص اقول لحضرتك حاجه، ميزه نادي الزمالك على مر العصور بيبقى عندهم لعيبه يعني لعيب قائد جوه الملعب. اللعيب القائد ده بيبقى ليه وجهه نظر جوه الملعب وليه شكل وليه اداء وليه حلول. يحيى الدرع من اللعيبه دي، لعيب عنده يقدر يحل لك مشكله جوه الملعب بادائه. طيب في الاخر يحيى الدرع هو حاله فرديه. صحيح. لعيب عنده الفرديه عاليه جدا فبيقدر يحل المشاكل. طيب انا بقى كمسؤول او مدرب، يحيى بيديني حلول، الحلول دي فرديه، طيب يبقى انا المفروض عشان افضل في نفس الليفل ان انا ازود الجمعيه بتاعتي عشان الجمعيه بتاعتي لما تزيد عندي الحلول ابتدي اعوض يحيى، مع ان يحيى ما يتعوضش كلاعب جوه الملعب واداء ودفاع وهجوم وروح وقائد، لكن انت خلاص يعني هي الظروف حكمت. يحيى ما بقاش موجود، لازم انت تدور على البديل. البديل ان انت تقدر تخلي الفرقه في سيستم ونظام اعلى، طول ما انت في نظام وفي سيستم جوه الملعب عالي انت كل ده بيطلع منه حلول، تقدر تعوض جزء من اللي كان يحيى الدرع بيعمله. ده دي واحد. تاني حاجه ان انت بتدور على لعيب يكون نفس الكواليتي بس هيبقى سنه صغير، ياخد بقى سنه سنتين لما يبتدي يطلع معاك، لان انت دلوقتي في مصر لعيبه محدوده قوي. لكن قطاع الناشئين عندنا في 3 4 لعيبه في 2002 يقدروا مبشرين بالخير جدا، وفي منهم زي ما اتكلمنا في محمد طارق، في بوشة باك ليفت كويس قوي، في هشام صلاح لعيب باك ليفت ومدافع، في فولي بلاي ميكر يعني طالع لك خط خلفي كويس مع في حراسه كويسه برضو طالعه.
فنادي الزمالك يعني هيحصل يحيى وسيف ماشيين لكن ان شاء الله نقدر نتخطى الخطوه دي ان شاء الله. مش هيأثروا؟ لا هيحصل تأثير بس بنسبه حسب بقى انت هنا النسبه دي انت المسؤول عنها ان هي ممكن تبقى انا كمين انت كمسؤول جوه النادي كمدير فني كمدرب عام موجود جوه النادي المنظومه يعني المنظومه طبعا المسؤولين عن الفريق انت اللي تقدر تخلي النسبه دي 50 و60 70% ان الفرقه تقع وانت اللي تقدر تخلي ان نسبه يحيى الدرع انه مشي 10 و15 و20% بانك لازم توجد البديل. وانت رايك في روي ايه كمدير فني؟ روي انا اعرفه كويس هو راجل مدرب كويس جدا 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 اثناء التمرين بيعمل تدريبات كويسه جدا بيحط سيستم ونظام لعب كويس ممكن في الحته الفنيه شويه لان كان في كام مباراه كده لكن هو مدرب انا شايفه مبشر بالخير. حماده الروبي معاه طبعا عاملين دور كويس جدا الناس هتاخدنا للشق النهارده بتاع الهزيمه وكلام من ده بس ما ننساش يا جماعه ان روي وحماده الروبي كانوا مسؤولين عن الفريق الموسم ده هم لعبوا الاهلي 7 مرات السبع مرات هو حصل 2 تعادل و5 مكسب للزمالك لازم زي دي ما اول خساره زي ما بندي زي ما هنقول هم هنا مش كويسين لا هم هنا كانوا كويسين قوي بدليل النتائج انت بدايتهم السوبر الافريقي اللي راحوا بيه كاس عالم انديه مع الاهلي الدوري من الاهلي الكاس من الاهلي الاهلي عمل تدعيمات كويسه وقدر يكسب كاس السوبر برضو من خلال حضرتك بقول مبروك لان احنا في رياضه مبروك للكسبان وهارد لك للخسران لكن احنا كزمالك لازم نشوف اسباب الخساره ايه ونتداركها بسرعه. صحيح. الميزه في نادي الزمالك ان عنده لعيبه كبار جوه الملعب بيقدروا يغيروا من شكل الفرقه من اداء الفرقه بروحهم بيقدروا يلموا الفرقه اللعيبه الكبار مع مش هقول روي لان روي برضو ما يقدرش يتواصل مع اللعيبه مع حماده الروبي الفتره الجايه لازم في اسرع وقت نطلع وننسى وننقل ده للعيبه الصغيره اللي موجوده في الفرقه علشان نقدر نطلع من الكبوه دي ونكمل للبطوله. طب ال 48 ساعه اللي قبل البطوله الثانيه ازاي اللعيب يعني اكيد اللعيبه متاثره وانت قلت كده يخرجوا ازاي منها خصوصا انه هيلعبوا كذا مباراه قبل الوصول للمباراه النهائيه تمام وقد يلتقوا مره اخرى بالنادي الاهلي 99% يعني. لان هم ما فيش غير الفرقتين دول الزمالك والاهلي هم اقوى فرقتين الباقي كله افريقيا حتى تونس ما راحتش حتى الجزائر ما راحتش فبنسبه كبيره الاهلي والزمالك يعني في النهائي هنا بقى اذا مواجهه جديده ازاي التعامل معاها طبعا طبعا التعامل معاها اول حاجه من ضمن كلامنا مدرسه كره اليد علمونا ان الخساره بتقوينا خساره تقوي الخساره بتقوينا يعني انا النهارده لو مهتم بالبطوله اللي انا رايحها دي 100% مجرد ما انا خسرت انا اهتمامي بقى 200% تركيزي بقى 200% لان انا مش متعود على ده يعني انا مش اخسر وامشي واروح انام واضحك واهزر وكلام من ده صحيح لا انا 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 حاسس باللعيبه النهارده هتعدي عليهم ليله صعبه جدا لكن زي ما بقول لحضرتك ده دور دلوقتي احمد الاحمر محمد رمضان يحيى الدرع كريم هنداوي محمد علاء الناس اللي هي حماده الروبي لازم يقعدوا مع بعض مره واثنين وثلاثه يا كابتن خلص الماتش خلص والبطوله خلصت كل ما هتاخر في ان انا اطلع كل ده ما بيأثر عليا في البطوله الثانيه البطوله خلصت هقفل الصفحه هفتح الصفحه بعد البطوله الثانيه لكن مش هقدر افتح الصفحه دلوقتي صفحه صحيح. البطوله دي خلاص قفلتها وهبتدي في البطوله الثانيه بعد ما اخلص البطوله الثانيه ان شاء الله واكسب ساعتها اقدر افتح صفحه البطوله بتاعت السوبر واعرف خسرت ليه واسباب الخساره ايه وايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش عشان اقدر بعد كده ما يحصلش تاني. يعني احنا دلوقتي ما نتكلمش في اللي فات نتكلم في اللي جاي ده الملخص كجهاز يعني. هناك وكلعيبه لان البطوله هناك خلصت النهارده انا لما اقعد وانبك وتانبني احنا مستفيدين ايه؟ ولا حاجه صحيح ده مش هرجع اللي حصل مش هرجع النتيجه لكن انا النهارده عندي شوط تاني شوط تاني مع الاهلي في بطوله افريقيا ابطال الكاس تمام هنا بقى نتكلم في الحلول هنمشي هنا ازاي هنقعد مع بعض كلعيبه هنتفق ازاي هنقعد مع بعض كجهاز ايه الاخطاء اللي حصلت هنا هاخد الاخطاء اللي حصلت هنا عشان ما تتكررش لان انا في خلال 10 ايام هلعب تاني نفس المباراه صحيح هقعد اركن بقى انا ما شطهاش يمين كنت هشوطها شمال هيجي يوم الماتش التاني ولا هتشوطها يمين ولا هتشوطها شمال طب هنطلع دلوقتي في مداخله كده سريعه مع الكابتن محمود حسين نجم نادي الزمالك طبعا في كره اليد اهلا بيك كابتن محمود ومنورنا في زملكاوي اهلا وسهلا بيك واهلا بالكابتن حسين يسري وكل الزملكاوي
شفت نتيجة الزمالك النهاردة مع الأهلي في كأس السوبر إزاي؟ والله طبعا احنا كلنا تابعنا المباراة بتوتر، وان المباراة مذاعة مش مذاعة صحيح لغاية آخر لحظات، لكن تابعنا وانا يمكن كلامي هيبقى قريب جدا من كلام كابتن حسن. يعني انا شايف ان مفيش حاجة اسمها تلاعب بأحداث المباراة. في ناس موجودة، وحتى لو المباراة ما اتلعبتش نقدر في تقارير تتكتب، لكن أنا شايف اللعيبة ممكن تكون كانت مجهدة، لأن اللعيبة كانت المباراة قريبة منهم. احنا كلنا زعلانين إن احنا خسرنا مباراة التأهل لكأس السوبر، وزي ما بيقولوا دايما نادي الزمالك في كرة اليد مدرسة كبيرة، والمدرسة الكبيرة دي دايما الناس بتزعل انها لو خسرت مباراة او اتنين، دي مش نهاية العالم ان احنا نخسر مباراة السوبر. كلنا كان نفسنا نكسب السوبر الافريقي ونتأهل للسوبر جلوب، لكن قدر الله وشاء فعل. لكن من وجهة نظري انا شايف ان اللعيبة ما اثرتش في اي حاجة خالص، حتى لو كان في اخطاء في اخر المباراة. احنا كلنا حسن عارف كلنا لعيبة وعارفين مفيش حد بيتعمد ان هو يضيع كوره او لا، اللعيبه اكيد عملت اللي عليها وموتت نفسيها، وده وصل لي انا شخصيا احمد الاحمر والدرع وكل اللعيبه كانت مموته نفسيها لاخر لحظه. لكن احنا في رياضه مكسب وخساره صحيح. احنا مباراه كلنا حسن اكيد قاعد زعلان، كلنا مشروخين من جوه وزعلانين، محدش هيعرف ينام كويس النهارده، لكن هي دي سنة الحياة. احنا خسرنا مباراة ودي مش نهاية العالم، عندنا بطولة افريقيا للكؤوس هنركز فيها، وزي ما حسن كان بيقول ما ينفعش نتعادب او نعرف اخطائنا فين، احنا طالعين لهدفين، هدف راح وفي هدف تاني، ناخد الهدف التاني وبعد ما نرجع نعرف المشكلة فين، ايه المشاكل، هل مشكلة تدعيم، هل مشكلة كذا، هل مشكلة كذا. بس انا شايف ان هي مش مشكلة تدعيم خالص. الناس بتقول لك اصل المنافس دعم وجاب وعمل معسكر، لا، فرقه الزمالك بعيد تماما عن المنافس، فرقه تقيله جدا، يحيى الدرع لعيب، سيف الاحمر خبرات، حراسه المرمى، عندنا منظومه متكامله في السبع مراكز محترمين جدا يعني. فانا بعتبر دي خساره ماتش زي اي ماتش عادي، بس هو طبعا كان ليه اهميه، والتاهل لكاس العالم للانديه حاجه كبيره احنا بنحبها، لكن كل حاجة أكيد هتظهر في الأيام اللي جاية يعني. هل الخسارة دي ممكن تكون دافع قوي يعني للعيبة في كأس الكؤوس؟ أي خسارة دافع قوي. أنت لما خسرت كأس مصر كان 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 دافع ليك إنك تاخد كأس السوبر لدوري المحترفين، وأكيد الفرقة واللعيبة وكلنا عارفين كلعيبة الكلام ده، اللي اتعود على منتاليتي المكسب بتبقى الخساره مريره جدا عليه. يعني النهارده ليله كنا احنا زعلانين، ما بالي اللعيبه والجهاز والبعثه كلها اللي هناك، اكيد هتبقى ليله حزينه جدا عليها. واكيد ان شاء الله هيقعدوا مع بعض، ودور الكبار زي ما قال حسن ان هم يلموا الدنيا ويقعدوا مع بعض ويتكلموا. اكيد البعثه كلها حسام والجهاز الاداري والروبي والخواجه هيقعدوا مع بعض ويتكلموا ويلموا بعض، لان انت عديت هدف وان شاء الله تركز في الهدف الثاني وتجيبه، ودي تبقى خطوه ان شاء الله للامام ان شاء الله يعني. ان شاء الله كابتن. شكرا كابتن محمود على وجودك معانا وسعدنا جدا بلقائك. نرجع ليك كابتن حسن ثاني واسالك، يعني سيف درع ويحيى الدرع ماشيين، حضرتك قلت ان في مجموعه من العناصر الشابه كويسه في نادي الزمالك، شايف انه الزمالك برضه يدعم المحترفين في المركز ده في المراكز دي، ولا لا نكتفي بالمجموعه اللي موجوده وندعم عليها بابناء النادي الشباب؟ لا طبعا وارد، انا بالنسبه لي وارد. وارد. لا تفضل ولا وارد؟ لا افضل تفضل. ان يحصل تدعيم. لان بص اقول لحضرتك حاجه، وضع نادي الزمالك في كره اليد او جمهور نادي الزمالك في كره اليد او مجلس اداره نادي الزمالك في كره اليد ما يستحملش ان انت تقعد سنه على بال ما تعمل فرقه وتقومها وتخسر بطولتين ثلاثه اربعه لحد ما الفرقه دي تقوم السنه الجايه. لا انا ممكن اعمل الاثنين مع بعض. ايه هما الاثنين مع بعض؟ ان انا اطلع بالفرقه بعناصر جديده وادعم بكواليتي لعيبه عالي، بحيث انه يخليني برضو جوه المنافسه زي ما بكسب المحترف ده، بعد موسم او بعد موسمين هرجع تاني اقول له شكرا وارجع تبقى فرقتي رجعت تاني
الميزه في نادي الزمالك ان هو في كره اليد لما بيجي يعمل فريق بيعمل فريق بيعيش 10 15 سنه مجموعه عناصر صغيره تبقى مميزه بتديها بس طعم المكسب وتعرفها طريق المكسب. الفرقه دي بتمشي. الفرقه دي حصلت معايا سنه 99 99 جابوا حسين زكي، ماهر حسين، وليد عبد المقصود، كلنا كنا جيل 78 79. طبعا كان موجود كابتن مجدي ابو المجد، كان موجود كابتن محمود حسين اكبر مننا شويه، كان موجود كابتن حماده الروبي، كان موجود كابتن حسام وايمن في اخر ايامهم، موجود احمد هتلر. الميكس ده حصل، قعدنا نكسب فتره من الزمن كبيره. خلصنا احنا جينا برضو اضافه يحيى واضافه سيف واضافه سند، اضافه لوكا وفلفل مودي، فاهمني حضرتك؟ برضو بتنقي كواليتي لعيبه اللي هو بتاع البطوله. انا بقول لك الكواليتي ده مش موجود دلوقتي، لان معظم اللعيبه طالعه صغيره في السن، مفيش اللعيب راح احترفوا كله مش اللعيب اللي عامل بوم فاهمني. اذا انت محتاج الفتره الجايه تشتغل عشان في كواليتي لعيبه عندك بعد سنه بعد سنتين هيعمل البوم اللي احنا بنتكلم فيها ده، اللي هو يمشي بفرقه نادي الزمالك وقت من الزمن، وشرطي انه يكون من ابناء نادي الزمالك، لان هنا مختلفه. بمعنى ابن نادي الزمالك او اللي اتربى جوه نادي الزمالك هو شرب اللي انا حكيته لك ده كله. تمام. بنيجي فتره من الزمن النادي بيتعثر، مفيش فلوس، كلام من ده، ده ما بيفرقش. عكس لعيب انا جايبه محترف او او او، هو الراجل جاي بيأدي دور، عايش جوه المنظومه، بس هو ليه حقوق. حقوق دي اتاخرت، اختلفت، كلام من ده، بتبتدي تسمع انا هفسخ عقدي، انا هعمل، انا هسوي. هو حقه، انا ما بقولش لا. تمام. بس انا بقول لك اللعيب اللي بيطلع من نادي الزمالك ومقطع ناشئين نادي الزمالك واتربى جوه نادي الزمالك واللي شرب اللي انا بقول لك عليه ده، بيبقى عنده جلد وحميه على اسم نادي الزمالك 500%. المحترف بيجي بتبقى 100%. لا ده عنده 500%. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. حاله انتماء يعني. بالظبط، ده الكلام اللي لازم الفتره الجايه يحصل، عشان انا كده لما بقول لك الثلاثه اربعه بتوع قطاع الناشئين دول لما يطلعوا هيفرقوا كتير جدا في الحته اللي انا بقول لك عليها. طيب. نتكلم حته ثانيه، تكون خبرات، بس انت برضه مش عاوز تخسر كتير، فعاوز تدعم بالظبط موسمين مثلا، لازم امشي في يعني في الطريقين متوازي. هكلم حضرتك حته ثانيه بتاعه ماديه للنادي. النهارده كابتن شادي، انا اللعيب اللي بيطلع لي من قطاع الناشئين بيكلفني اكس، اللعيب اللي انا بجيبه من بره بيكلفني 10 اكس. فاذا اللعيب اللي بيطلع لي من قطاع الناشئين بيساوي 10% من اللعيب اللي انا بشتريه من بره، لان انا بشتري من بره النهارده متوسط ارقام اللعيبه من 3 مليون ل 4 مليون. وبعمل له عقد بنفس الرقم، سوري مش 3 مليون، بعمل له عقد بمليون ولا مليون و200 الف، فاللعيب دخل في 5 مليون. النهارده اللعيب بتاع قطاع الناشئين اللي طالع لك من تحت اول موسم انت بتعمل له عقد ب 500 الف جنيه. من 5 مليون. اذا هو كمان توفير للنادي. فلازم انا بالنسبه لي الفتره الجايه في الظروف دي في نادي الزمالك، فرقه 2002 و2004 هم دول اهم حاجه موجوده في نادي الزمالك دلوقتي، علشان هم دول اللي بعد سنتين ثلاثه هيطلعوا لي الخمسه سته لعيبه اللي انا بدور عليهم للدرجه الاولى. فلازم الاهتمام بيهم يبقى عالي قوي دلوقتي. دول اهم حاجه، اهم من الدرجه الاولى دلوقتي، 2002 و2004. لان انت في الفصله دي انت محتاج دول اللي هيطلعوا يمشوا لك بالنادي 10 15 سنه. صحيح. فلازم الاهتمام بيهم من دلوقتي. اللعيب اللي منور اللي خلاص بان ده لازم اهتمام بيه 200%. علشان بعد السنتين بتوع قطاع الناشئين يطلع لي فوق، منها ابن النادي، الكلام اللي انا قلته لك، الانتماء، حاجه تانية موضوع التكلفه عن النادي. يعني انا في لعيب بدون ذكر اسمه اشتريته من سنتين ب 200,000 جنيه. بعد كاس العالم اللعيب ده انا لو كنت اشتريته كنا نضرب في 10 ب 2 مليون جنيه. والنهارده هو لعيب في الدرجه الاولى في نادي الزمالك وماضي عقد 4 سنين. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان ولعيب كواليتي عالي ولما هيلعب هيأدي بشكل كويس جدا. فده اللي لازم نادي الزمالك يشتغل فيه الفتره الجايه، الجيل بتاع 2002 و2004. انت عندك في 2004 انا بقول لك في 4 لـ5 لعيبه يطلعوا، وجيل 2004 قدامه كمان 3 سنين لعب في 2-3 يطلعوا، بقى عندك 7 لعيبه. صحيح. الاجيال بقى ترابط الاجيال المستمره دي ممكن بعد كده ما تطلعش، بس عندك 7 لعيبه يمشوا بالفرقه 15 سنه. ومفروض يبقى الـ7 ولا اكتر من 7؟ بص انت مطالب من كل جيل 1-2. واحد اتنين، لان احنا قعدنا فتره في نادي الزمالك بالـ10 وال15 سنه ما طلعناش لعيب. لما تحسب
احمد الاحمر جيل 84 اللي طلع بعديه هاشم 88 جيل 90 ما افتكرش 92 كان معانا محمد علي وكريم ايمن 94 سبكي 96 ما فيش 98 ما فيش 2000 ما فيش اشترينا من بره 2000 لسه 2002 بيلعبوا 80 ما فيش 82 ما فيش لا 80 سوري كان في رامي يوسف وعلاء حسن 82 ريشه من بره مشترينه بس فده اللي انا بتكلم فيه ان انت كل جيل بيخلص لازم لعيب او اتنين يبقوا في الدرجه الاولى هو ده يعني اللي انا اقصده هو ده الصح وبعدين ادور على المراكز اللي انا محتاجها يعني انا ما جيش في مثلا في جيل 2002 عندي باكين ليفت طالعين ما شاء الله 2004 فيهم باك ليفت هنا في منافسه لكن ما اروحش انا بقى اشتري في 2006 باكات ليفت واشتري مش عارف في 2004 باكات ليفت لان في الاخر انا بشتري بفلوس وهيجي في مرحله المرتبط وامشيه لان يعني انا بقى عندي 3 4 الملعب ما يستحملش صح انا الفتره الجايه محتاج ايه محتاج باك ليفت بس اعتقد ان اداره كره اليد في الزمالك الافكار اللي بتقولها دي اكيد موجوده قصادهم موجوده يعني. موجوده ما ده اللي احنا بنتكلم فيه ان هي موجوده حتى لما جينا يحصل تدعيمات ل 2004 احنا عملنا تدعيمات ل 2004 السنه اللي فاتت وكنا بندور برضو على مراكز احنا عايزين ندعم في المركز ده عشان نادي الزمالك في كره اليد لما بيجي يدور على لعيب في قطاع الناشئين ما بيدورش عليه اللي هو الشورت تايم زي ما بيقولوا الوقت بتاع انه يلعب السنتين ومشيه لا انا عايزك تلعب السنتين وبعد كده عينيك على الدرجه الاولى انا مش بدفع فيك فلوس عشان بعد سنتين امشيك لا انا عايزك للدرجه الاولى لان هو الهدف الكبير بتاعي هو صحيح. الدرجه الاولى الفرقه الكبيره فهو ده اللي حصل في 2004 وفي 2002 ان شاء الله اللي جاي بافضل بلا ادنى شك هنطلع لفاصل دلوقتي وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع الكابتن حسن يسري اهلا بيكم مره ثانيه وما زلنا مع الكابتن حسن يسري كابتن حسن بشكل امين جدا هل حاله ان انت بتفوز كتير على الاهلي معظم يعني انت زي ما حكيت لنا قلت لنا انه الموسم ده 7 لقاءات 5 فوز و2 تعادل ودي المباراه الثامنه هل حاله التخمه دي تفرق يعني مثلا تحس ان انت خلاص بقى انا عملت كتير قوي زهقت ولا الحاله دي ما بتجيش في مع لعيبه اليد عندي رصيد يعني ايه عندي رصيد لا بعدين الرصيد دي قصه ثانيه لكن بتكلم على فكره ان انا لعبت السنه دي كتير قوي قصاد الاهلي فزت 5 مباريات وتعادلت مباراتين ما خسرتش يعني ف لو جت يعني ماتش يعني لا ما انا زي ما قلت لحضرتك بص احنا اتكلمنا ان مدرسه كره اليد مختلفه تمام انا قلت لحضرتك ان انا خدت بطولات جوه نادي الزمالك كتير صحيح. على قد ما انا فرحان ان خدت بطولات على قد ما انا زعلان على البطولات اللي خسرتها خدت بطولات في الزمالك قد ايه كم بطوله خدتها واخد جوه نادي الزمالك 38 بطوله مركز اول الحمد لله رب العالمين منذ الصغر للكبر من درجه اولى من الدرجه اولى انا جيت الزمالك درجه اولى درجه اولى كنت في منتخب الناشئين جيت نادي الزمالك درجه اولى زعلت على كل البطولات اللي انا خسرتها كنت عايز ال 38 يبقوا 50 ده اللي اتعلمته جوه مدرسه نادي الزمالك هتلاقي احمد الاحمر كده هتلاقي محمد رمضان كده هتلاقي كريم داوي كده تلاقي حد درع كده احنا الفرح مش بالبطوله قد ما هو انت يعني لما بتيجي تلعب انا لما بنزل العب انا عايز اكسب بشرف صحيح بامانه بدون اي حاجه عايز اكسب عشان انا الاحق بالمكسب ده احساسي فاهمني خسرت مبروك للي كسبني بس هكسبه المره اللي جايه ولنا لقاء اخر زي ما حكيت لحضرتك احنا في بطولة افريقيا 2016 تمام كان معانا الافريقي التونسي في المجموعة فاتغلبنا منه في المجموعة هو خد اول مجموعة كان اول مجموعة ده طريقه سهل للنهائي واحنا خدنا طريق صعب جدا جدا يعني الافريقي التونسي في المجموعة كسبني دور الثمانية الاهلي دور الاربعة الترجي قابل الافريقي تاني عايز اقول لك ان دي ان انت تلعب 4 مباريات بالحجم ده ده كلهم ليفل ايه صحيح في 5 ايام 6 ايام ده كان حاجه مش طبيعيه ربنا كرمنا وكسبنا الاهلي في دور الثمانية كسبنا الترجي بعد 4 اكسترا تايم قابلنا الافريقي التونسي في النهائي كسبناه 13 اللي هو كسباني في المجموعه كسبناه في النهائي فرق 13 اللي هو كسباني في المجموعه فرق 3 او فرق 4 في المباراه
ده بقى المنتاليتي بتاع لعيب نادي الزمالك. نوصله ازاي في الفرقه الثانيه طيب؟ والله اكمل يد بس يعني دي كان حاجه كده اللي انا يعني عايز اقوله. هم احنا يعني كل ما هو منتمي لنادي الزمالك هو يعني بحب نادي الزمالك قوي. يعني انا عن نفسي بحب نادي الزمالك جدا، بحب نادي الزمالك واتمنى له كل التوفيق في كل الالعاب. يعني لما بيحصل اي اخفاق في اي حاجه الواحد بيتضايق، بيتضايق على اسم نادي الزمالك، بيتضايق على جمهور نادي الزمالك. الجمهور عندنا واعي جدا، الجمهور عندنا فاهم جدا، الجمهور عندنا عايش حاله نادي الزمالك. هو مش عايش حاله كوره او حاله يد او لا، ده حاله نادي الزمالك، جمهور يعني مثقف رياضيا. فطبعا انت مع علاقاتك بالناس دي بتزعل على زعلهم وبتفرح لفرحتهم. صحيح. ان جمهور نادي الزمالك انا على طول من ساعه ما لعبت جوه نادي الزمالك وبكسب بقول من ضمن اسباب ما كسبنا للبطوله هو جمهور نادي الزمالك. لان احنا شفنا منهم حاجات. يعني انا كنت براجع اعتزل في 2016 كسبان بطولات كتير، وده الباب الكبير اللي اخرج منه زي ما اديت في تاريخي جوه نادي الزمالك بشكل كويس. قلت الحمد لله انا كسبان 3 بطولات السنه دي اطلع. راجع جمهور نادي الزمالك في المطار خلاني العب سنتين تاني. يعني تخيل ان بالالافات واقفين بيطالبوك بعدم الاعتزال ولسه 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 لعبت سنتين بعدها. فطبعا هم الناس دي على راسنا، والناس دي احنا بنحترمهم جدا، والناس دي احنا بنقدرهم جدا، وكنا على طول بنبقى من ضمن اسباب فرحتهم. لان الحمد لله كان ربنا موفق فرقه اليد قوي، فالناس كانت ورانا قوي. فجمهور نادي الزمالك حاله خاصه مع لعيبه كره اليد ومع فريق كره اليد على مدار سنين كره اليد جوه نادي الزمالك. صحيح. عايز اسالك سؤال يعني بنسمعه كتير في كره القدم، انه في عقبات، في مطبات بتقع قصاد الفريق، البعض يرى انها متعمده، البعض شايف انها بالصدف، لكن اكيد انتوا برضو في اليد وقف قصادكم عقبات ومطبات. ازاي كنتوا تخطوا الحكايه دي وكنتوا تعاملوا معاها بمنطق ان لا الناس دي مش عايزه تنجحنا فاحنا لازم ننجح، ولا انه ده امر طبيعي ان يبقى في عقبات واحنا كده كده هنعديها؟ طب هقول لحضرتك حاجه. فضل. من ميزه كره اليد جوه نادي الزمالك بجد والله ان هي بتبني شخصيه، تبني كادر، تخليك بجد مسؤول، قرارات، مواقف. فانت لما بتيجي اي عقبه، العقبه دي الغرض منها ايه؟ انا ببص لها ايه؟ انا باخد منها الايجابي ما باخدش منها السلبي. صحيح. مش انت عايز تعطلني مش هعطل. مش انت عايز توقعني مش هقع. حصل في فتره من الفترات الاتحاد المصري لكره اليد طلع قانون الدوري بالمرتبط. قانون الدوري بالمرتبط او ان انت بيحسب نتائج الدرجه الاولى مع المرتبط. دلوقتي بيجوا في فتره ويحصل انفصال. لكن زمان لا، الدوري بيتحدد بنتائج المرتبط. ففي 3-4 دوري انا خسرتهم في نادي الزمالك، انا كسبان كل ماتشاتي رايح جاي، وبقف اخد مركز تاني. بس سوري انا اسف، واقف اخد مركز تاني وانا واقف بشرف ورقبتي مرفوعه. لان انا جوايا جوا نفسي انا مركز اول. لان لما تحسبها انا ما خسرتش ماتش، انا لعبت 30 ماتش انا كسبان ال 30 ماتش. اللوائح او القوانين هي بالنسبه لي ما كانتش عقبه ان انا اركن عليها. ان انا ما انا كده كده خلاص، انا قبل ما العب يعني مثلا ماتش النهائي قبل ما العبه انا خسران الدوري، فايه المشكله ان اخسر الماتش؟ لا، انا هنزل اكسب الماتش لان ده بطوله. ماتشات الاهلي والزمالك في كل الالعاب هي بطوله خاصه. هي بطوله خاصه. لكن انا كان هدفي ان انا ارضي نفسي، ان انا استحق ان ابقى اول، ان انا لعيب بمثل نادي الزمالك، بمثل منتخب مصر، بمثل ناديه، بمثل نفسي، بمثل تيشيرت انا لابسه. وانا بقول لحضرتك تيشيرت نادي الزمالك في كره اليد تقيل. تقيل بانجازاته، ببطولاته، بلاعبته، بكوادره. بكوادره طبعا. فاهمني حضرتك؟ ما انا بقول لك اللعبه دي كابتن شادي، انا كنت بلعب بلاي ميكر. بلاي ميكر ده انت بتحرك الناس، بتلعب الناس. قرارك ايه جوه الملعب؟ مصير القرار ده ايه؟ رؤيتك ايه؟ نتيجتك يعني. كان في اوقات كتير المدرب بره بيقول حاجه وانا ممكن اعمل حاجه تانية. انت شايف ايه في ارض الملعب؟ شايف. مين اللي هيشوف وينفذ؟ صاحب قرار. صاحب قرار ده يعني ليدر، يعني يتحمل المسؤوليه. صحيح. لان كوره بتكسبك دوري وكوره بتخسرك دوري. صحيح. وانت اللي هتسال. بس بتقدر تاخد قرارك. ده في العادي بيبني شخصيه كويسه. طبعا. بيبني ليدر. لعيبه كتير جوه نادي الزمالك كده. النهارده احمد الاحمر يغير لك ماتش، النهارده يحيى الدرع يغير لك ماتش، النهارده كريم هنداوي اللعيب ده بيشوط شمال وانا شايفه في الفيديو شمال بس ليه راح يمين وصدها، قرار. فلعبه كره اليد عموما هي بتصنع كوادر.
وكوادر الزمالك مش بس في النادي، كمان بشوفه في الاتحادات طبعا. بص هقول لحضرتك حاجه، كابتن هشام نصر من الكوادر اللي نجحت في الاتحاد المصري لكره اليد، كابتن مؤمن صفا من الكوادر اللي نجحت في كره اليد، كابتن حسين لبيب النهارده بنشوف في كابتن ايمن صلاح موجود في الاتحاد المصري لكره اليد، في برضو كابتن عمرو صلاح دلوقتي بقى امين الصندوق في الاتحاد المصري لكره اليد. كل دول نادي الزمالك، فاهمني؟ فنادي الزمالك انا بتكلم على لعبتي بس، هو نادي الزمالك في 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 كوادر كبيره وفي ناس كتيره، بس عارف اللي هو عايزين ياخدوا فرصتهم. احنا بنقول كره اليد شويه خدت فرصتها، لا في كوادر في الكوره، في كوادر في الباسكت، في كوادر في الفولي، بس مستنيين ياخدوا فرصتهم. طيب تعال نروح كده لاداره الزمالك الحاليه ودورها مع الفريق خلال الفتره الجايه، ايه اللي تعمله ووجود احمد مرتضى منصور كمشرف على العاب الصالات في الزمالك؟ بص هو انا بصراحه احمد مرتضى منصور الفتره اللي فاتت شئنا ما ابينا هو عامل طفره في الالعاب الرياضيه، صحيح، بدليل اللي احنا شفناه في فرقه الفولي. طيب يعني اللي انا عايز اقوله في فرقه الفولي احنا زملكاويه واكثر المتفائلين، ما كناش نحلم ان احنا ناخد البطوله، لكن التدعيمات اللي حصلت والتوفيق اللي حصل في الاثنين لعيبه اللي جم قدروا يخلوا النادي الاهلي يحصل يخلوا نادي الزمالك يحصل على بطوله الدوري وبطوله الكاس. من مين بقى؟ من الغريم التقليدي النادي الاهلي اللي هو متسيد اللعب. تمام، فربنا كرمنا ده يحسب له. تمام، ان هو ما انا ممكن اجي اقول لك انا عندي لعيب سوبر ستار بس انت ما عندكش امكانيات تجيبه، لكن كون ان انت جبته ودخلته الفرقه وادى فده يحسب لك زي ما يحسب للمدرب زي ما يحسب للعيبه. النهارده في الباسكت الفرقه ماشيه بشكل كويس وبيحصل تدعيمات، في كره اليد الفتره اللي فاتت كان اللعيبه ليها متاخرات، احمد فضل بيحاول مع الكابتن حسام غريب بصراحه بيحاولوا ان هم يعني يذللوا كل العقبات اللي موجوده للفرقه. الدور اللي انا بطلبه بقى ان لازم في اسرع وقت كابتن احمد مرتضى يكلم الكابتن حسام غريب يبتدوا يحصل السبورت بتاع الاداره في ظهركم، وانا عارف ان ده هيحصل ان شاء الله، ان الاداره في ظهركم ده برده لما بيوصل لعيبه عارف انت اللي هو بتبتدي تستقر. لان انت النهارده مثلا خسرت انت في حاله نفسيه مش عارف ايه، لا النادي بقى ابتدى شال ايده عنك، الجمهور ابتدى يكتب عنك كلمتين في الصحف كل ده في السوشيال واتساب او انستجرام او فيسبوك، فبتلاقي اللعيبه كل ده بيوصل لها. مش عايزين اي حاجه سلبيه للعيبه دلوقتي، اللعيبه عملت اللي عليها، اللعيبه الماتش زي ما بيقولوا خلصان 32-31 لكن في الاخر هي بطوله وخسرناها، الحمد لله رب العالمين قدر الله ما شاء فعل. صحيح. انتوا كلاعيبه نادي الزمالك انتوا اسماء، انتوا اساطير، انتوا كبار جدا، انتوا عملتوا تاريخ ناس كتير تتمنى تعمل نصه، فده ما يضعفش فيكوا شيء او نزعل على الخساره، لكن لازم نقوم بسرعه عشان نعدي الكبوه دي عشان ان شاء الله في بطوله تانية نقدر نفرح جمهور نادي الزمالك، لان انا بقول لك جمهور نادي الزمالك النهارده على كل الصفحات بيشكر في لعيبه نادي الزمالك لانه عارف ان لعيبه نادي الزمالك في البعض بيهاجم، ما عنديش مشكله ده حقه، لان بص يا كابتن شادي انا طالما قبلت ان الجمهور يشيلني يوم ما بكسب صحيح لازم اتقبل ان يوم ما اخسر الجمهور يحصل مني حاجه، ده امر طبيعي. امر طبيعي يعني هي الدنيا كده، لكن ما اجيش انا تشيلني على راسك وبعد كده لما تيجي تقول لي كلمتين اخش معاك في جدل كلام في جدل ملوش لازم، لا بالعكس انت كجمهور حقك ان انت تفرح وانت تعودت مني على طول على الفرح. صحيح. فانا بقى من خلال حضرتك بعتذر لجمهور نادي الزمالك نيابه عن لعيبه نادي الزمالك وجهاز نادي الزمالك عن اللي حصل النهارده، لان احنا ما عودناكوش على كده، ونتمنى ان شاء الله الفتره الجايه نعودكوا او نعمل اللي احنا معودينكوا عليه كجمهور نادي الزمالك، لان فعلا علاقتنا كلعيبه كره يد او فريق كره يد نادي الزمالك بجمهور نادي الزمالك هي علاقة عارف انت بقى كبيرة قوي ممتدة قوي رصيد علاقة محبة كبير. قوي فما يزعلوش. صحيح. وان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله الكوماندوز يقدر يفرحهم بعد 10 ايام من النهاردة ان شاء الله. بعد الكلام الجميل ده يعني ختامه مسك يعني الحوار بهذا الكلام المميز، يعني اتمنى ان يكون جمهور الزمالك استوعب الرسالة اللي بعتها كابتن حسن يسري ليهم، والمهم زي ما بنقول في الكورة ان اللعيبة تدعم في الوقت الحالي في كرة القدم، برضو الزمالك عنده بطولة بعد بكرة يبدأها في كرة اليد، مهم جدا دعم اللعيبة، وزي ما قال لنا كابتن حسن ان اللعيبة بتتابع وبتشوف فدعموهم اكتر. خلاص النهاردة عدى الحمد لله على كل حال،
واللي جاي افضل ان شاء الله. وبنشكر الكابتن حسن يسري على وجوده معانا، ودايما نسعد بلقاء الكابتن حسن. والله طبعا انا اللي بشكرك جدا، واتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك في كل الالعاب ان شاء الله. ربنا يكرم ان شاء الله. فاصل، وبعد الفاصل هنلتقي بالاستاذ محمد نبيل الناقد الرياضي لنتكلم معه في امور كثيره. اهلا بكم مره ثانيه في زملكاوي، ومعانا الاستاذ محمد نبيل الناقد الرياضي بجريده الاهرام، ودايما يعني نسعد بوجوده معانا وبتحليله وارائه الهادئه. اهلا بك كابتن محمد ومنورني دايما. اهلا بيك، ربنا يخليك. بتحب كابتن ولا استاذ صحيح؟ انا ساعات بقول يا كابتن ولا استاذ. نص الجدران عندي بيقولوا يا كابتن والنص الثاني استاذ. استاذ فما تفرقش. ما تفرق واحد طالما في الكوره خلاص. والرياضه بشكل عام كلنا كباتن. صحيح. طيب عاوز ابدا معاك حوارنا يا استاذ محمد في خساره الزمالك في بطوله السوبر الافريقي في اليد. شايف هل هيكون لها تاثير ولا زي ما قال الكابتن حسن يسري اللي كان ضيفنا يعني من دقائق قليله وقال انه ده هيجيب حافز لبطوله السوق كاس الكؤوس الافريقيه اللي هتبدا بعد. طبعا بدايه طبعا بنقول هارد لك للفريق، هم على فكره لعبوا مباراه قويه وواضح جدا من سير النتائج، وكان متقدم الشوط الاول فرق 3 أهداف عن النادي الاهلي. صحيح. لكن في النهايه هي دي الرياضه، مكسب وخساره، وزي ما بنشيد بالفريق في وقت انتصاراته وبطولاته اكيد لازم وقت الخساره نقول له هارد لك وبنبارك للفريق اللي كسب، طبعا فريق النادي الاهلي. صحيح. لكن اذا كنا هنقول ان الخساره هتاثر بالسلب على الفريق قبل بدايه بطولة افريقيا الانديه ابطال الكاس، اعتقد دوت ما يحصلش مع فريق كره اليد داخل نادي الزمالك. فريق كره اليد داخل نادي الزمالك هو حاله خاصه، يمكن هو من الفرق القليله جدا جوه النادي اللي لا تغيب عنه شمس البطولات. ما فيش موسم هو بيكون بعيد عن منصات التتويج، دائما بيعالج اخطائه سريعا جدا، دائما بيكون عنده الحافز ان هو يعوض خسائره. فانا اعتقد ان في الوقت الحالي اللعيبه قاعده مع بعضها وبتتعهد بالتتويج ببطوله افريقيا للانديه ابطال الكاس ليكون اقل تعويض ومصالحه للجماهير. رغم ان عندهم من الرصيد ما يكفي عند الجمهور، والجمهور صحيح. لازم طبعا ان هو يسامح في هذه الخساره، رغم ان انا عارف ان هي خساره مؤلمه لانها كانت بتؤهل الفريق لكاس العالم للانديه، وهي بطوله عزيزه جدا على فريق كره اليد. لكن احنا متوسمين خير في فريق كره اليد داخل القلعه البيضاء، وان هو هيستفيد من هذه الخساره وهيبني عليها. وده هو عهدنا دايما بفريق كره اليد، والشواهد والثوابت موجوده. اخرها الموسم الحالي، يعني الفريق كان توج بلقب الدوري وكان عنده فرصه ان هو يعني حتى لو خسر اخر مباراه من الاهلي هيلعب مباراه فاصله، كان عنده ماتش نهائي كاس مصر امام سموحه سبورتنج ولا سموحه سبورتنج تقريبا سبورتنج، للاسف خسروا، وكان بعد ايام قليله جدا من التتويج بالدوري. لكن عوض بسرعه وكسب لقب السوبر. فاذا فريق كره اليد هو حاله خاصه ما نقدرش نخاف عليه. يعني مش عايزين نشبهه باي فريق اخر جوه النادي، انما هو حاله خاصه بيستفيد من خسائره، بيستفيد من سقطاته وسلبياته، وبيبني وبيقدر يعالج نفسه وبيرجع بسرعه. واعتقد ان احنا هنقعد هنا بعد 10 ايام وهنقول الف مبروك لفريق كره اليد تتويجه بطوله افريقيا الانديه ابطال الكاس ان شاء الله. طيب تعالى نروح بقى لنادي الزمالك في كره القدم. انت شايف وايضا حاله خاصه. طبعا حالات خاصه. شايف تقييمك ايه للزمالك في الماتشات الاخيره في الدوري؟ طيب هو لازم نقول ان الزمالك حاليا هو بطل نص الحكايه. صحيح. هو بطل الدور الاول، متصدر المسابقه برصيد 41 نقطة وبفارق مريح جدا عن النادي الاهلي، بغض النظر اذا كان عنده مؤجلات او لا. صحيح. محدش ضامن الاهلي هيكسب مؤجلاته كلها او هيخسر كم نقطة، انما في النهاية الزمالك هو اول الترتيب. مزبوط. فبطبيعة الحال بنقدر نقول ان الزمالك هو بطل نص الحكاية، وده في حد ذاته نجاح، رغم ان البداية ما كانتش جيدة. صحيح. كان فيها بعض النتائج السلبية، كان في تغييرات في الإدارة الفنية، وكان الكل متخوف
من مشوار الفريق في الدوري، لان كان في بالتوازي معاها كان في دايما نتائج سلبيه في دوري الابطال الافريقي، وكنا طبعا عارفين ان دوت بيأثر على فريق كره القدم، واحنا عارفين ان دايما كانت الخساره بتجيب خساره. انما مع وجود الكابتن والبرتغالي فيريرا قدر ان هو يلم الفريق، وقدر ان هو يعالج سلبياته اللي كانت موجوده في بدايه المسابقه، قدر ان هو يحفز اللعيب، بينزل في الملعب بيعمل اللي هو عاوزه. مفيش عمل جماعي، مفيش عمل خططي واضح، وده كان طبيعي اثر على النتائج واثر على فرصه الفريق في دوري الابطال والنتائج اللي احنا كلنا طبعا عارفينها في بدايه الموسم. انما لما جه جهاز فني جديد وهو عارف انه في مجلس اداره بيقف في ظهره وبيسنده وعنده استقرار وعارف ان هو مستمر مش لنهايه الموسم ده للموسم القادم، اصبح هنا في تركيز مع الفريق، اصبح في تركيز في ان هو يدور على النواقص ويدور على السلبيات ويبدا يعالجها. رغم ان تزامن مع وجود الجهاز الفني الجديد ان حصل ان في تصريحات من الاستاذ مرتضى وقال ان فلان وفلان وفلان مش هنجدد معاهم. صحيح. فبطبيعه الحال كان ممكن بشكل كبير اللعيبه دي تتاثر نفسيا او تفقد تركيزها بالكامل في الفتره اللي تالت هذه التصريحات. ولكن وجدنا العكس، ان قدر الجهاز الفني يسيطر على انفعالات اللعيبه، قال لهم تردوا في الملعب وتسيبوا الاداره تغير قرارها من خلال ادائكم. صحيح. ودوت اللي اكده فيما بعد امير مرتضى. قال لك ان التراجع عن هذا القرار شرطه هو الاداء في الملعب والاخلاص للفريق والتتويج بلقب الدوري. لو حصل هذه المعطيات اكيد النتيجه النهائيه هيكون في تراجع عن هذا القرار. مظبوط. انا ليه استاذ مصطفى طلع بهذا القرار؟ لانه وجد تراخي، وجد لا مبالاه، وجد لعيبه بتساوم على اسم نادي الزمالك وبتلوح بالعروض الاخرى. تمام، اتفضل ركز في عروضك الاخرى وسيبنا احنا بقى نبني معاك. بعد القرار ده الغريب ان ما بقوش يكتبوا على اي عروض، لان هم اتعودوا ان الادارات بتتحايل عليهم. لان الاداره ما بتتحايلش عليهم، عايز تمشي مع السلامه. في نهايه الموسم اتفضل شوف مصلحتك. فطبعا اللعيب بدا يحسبها، هيخسر نادي بحجم نادي الزمالك، هيخسر جمهور عريض في كل الوطن العربي مش في مصر بس. صحيح. هيخسر تاريخه اللي صنعه جوه نادي الزمالك، وخلينا متفقين ان اغلب العناصر او اللعيبه اللي تم ذكرها في هذا القرار كل تاريخها ومجدها داخل القلعه البيضاء. ده صحيح. ما كانش فيه، كانوا لعيبه مميزين وعندهم امكانيات، لو ما كانوش مميزين ما كانش هيوصلوا الزمالك. طبيعي. انما الزمالك عامل حاجه تانية معاه، التاريخ والاسم والشهره وان كل الانديه تتهافت عليك داخل القلعه البيضاء. انما ان انت لغير الفلوس. طبعا. ده قبل اي شيء يعني، ما خلينا الحب ده على جنب والفلوس دي قبل اي شيء. لو انت خرجت من الباب الضيق قوي جوه نادي الزمالك انت لغيت كل تاريخك مع الجمهور. لما لو خرجت من الباب الكبير، ما في لعيبه كتيره جم النادي ومشي، وفي لعيبه اعتزلت، وما زال النادي النهارده والجمهور بيهتف باسمهم. صحيح. وما زال فاكر انجازاتهم وتاريخهم مع النادي. انما لو انت بعت النادي الجمهور هيبيعك قبل ما انت تخرج من النادي. صحيح. ده شيء طبيعي. فطبيعي واضح ان هم اعادوا حساباتهم مره تانية، وبداوا ان هم ينظروا للحكايه من الزاويه الاخرى، وقال لك لا طب انا اركز في الموسم دوت، ممكن بدل ما انا كان النادي عارض عليا اكس يعرض عليا 4 اكس اكتر من العرض اللي كان جاي لي بره، واقعد واكمل مشواري واكمل تاريخي. وفي لعيبه منهم كتير هيكون التجديد دوت هو التجديد الاخير في مشواره القاري. صحيح. فطبعا ان هو يختم حياته الكرويه داخل نادي الزمالك ده شيء هيضيف لتاريخه، وممكن يبقى مستقبله ممتد ما بعد الاعتزال بالعمل جوه مجال كره القدم داخل نادي الزمالك. صحيح. فيبدو ان هم يكونوا غيروا. هل في ناس بتفكر كده من اللعيب؟ اتمنى. لان هو ده التفكير ممتازة. اتمنى ده التفكير المنطقي لاي لعيب محترف. يعني ايه محترف؟ يعني انا بمتهن كره القدم، دي مهنتي. صحيح. مش مساله محترف ان انا باخد عقد احتراف او مبلغ كبير من المال، لا، شغلتي بالظبط. الاحتراف هو امتهان المهنه. انت بقى محترف هندسه، محترف ايا كان، انت بقى محترف كره القدم فدي مهنتك. فلو انت اعتبرت ان نهايه علاقتك بالمهنه وقت مغادرتك للمستطيل الاخضر، يبقى انت لا تعرف شيء عن الاحتراف. صحيح. انت لسه عندك مشوار ممتد، ده اطول من الملعب بمراحل. انت اذا كان عمرك في الملاعب من 10 ل 12 سنه، لو انت لعيب فت وبتحافظ على لياقتك البدنيه، انت ربنا يديك العمر ما بعد الاعتزال مثلا في منتصف الثلاثينات، ممكن 40 50 سنه، ضعف عمرك
للعمل في المجال الكروي. النهاردة عندنا في مدربين 70 وفوق 70، محللين 70 وفوق 70. صحيح. المجال كبير وواسع. لكن اللي يفكر بالاحترافية ويرسم مستقبله بشكل صح ويحدد هل أنا هستمر في المجال الإداري، في المجال التدريبي، في المجال الإعلامي، إن بقت المجال الإعلامي بقى مغري بالنسبة للعيبة كتيرة اللي من كرة القدم. وفي عندهم الملكة إن هم قدروا يحللوا، عندهم لغة كويسة وعندهم حضور. صحيح. وطبعا في كتير بيطلعوا ما وبيروحوا اتجاه التدريب واتجاه الإدارة. يعني في عندهم كذا مجال داخل. إنما أنا أتمنى بقى أن يكون أغلب اللعيبة بتفكر بهذا المنطق، إن هو ما يفكرش النظرة الضيقة أو القصيرة المدى، إن أنا النهاردة في الملعب فبساوم. أنت لما النهاردة بتشتري النادي، النادي بيشتريك بقية عمرك كله. صحيح. والجمهور ده قبل أي شيء. المدرب بيقابلوك في الشارع أصله. النادي بالكامل هو الجمهور. الأندية الجماهيرية اللي بيعطلها قيمة وقامة هو جمهورها، وهو دوت اللي بيحميها، وهو ده اللي بيسندها، وهو دوت اللي بيخليها عندها استمرارية مئات السنوات. صحيح. أي فريق مهما كان عظيم بدون جمهور لا يساوي شيء. هو ده اللي بيحميه، هو دوت اللي بيسنده، هو دوت اللي بيرفع من اسمه. فطبعا الجمهور دوت قضية على جنب وغير قابلة للنقاش. فأنت علاقتك بالجمهور أنت لازم يعني تحسب لها مليون مرة قبل ما تفكر أي خطوة تخدم منك هذا الجمهور. عشان كده وبمناسبه الجمهور، رايك في مشهد احتفال الجمهور مع احمد سيد زيزو في ماتش ايستر كامباني؟ هو الجمهور هنا ما كانش بيحتفل بالهدف. صحيح. الجمهور كان بيحتفل بالاصرار وبالعزيمه وبالروح. اصل انت النهارده هنفترض ان المباراه دي انتهت تعادل والزمالك خسر نقطتين، المشوار طويل وهقدر اعوضهم. صحيح. انما الروح والاصرار انك انت بتثبت للجمهور، انت بتقاتل لاخر دقيقة. هو دوت اللي يفرق عند الجمهور. الجمهور ما يفرقش عنده إذا كنت تكسب كل مبارياتك أو تخسر بعضها أو تتعادل، إنما اللي يفرق معاه إنك تبذل كل جهد. شايفك بتأدي اللي عليك جوه الملعب. طبيعي، هي الرياضة كده، مكسب وخسارة. إنما إنك تكسب بدون مجهود يعني هتبقى الفرحة كده، إنما تخسر بشرف هيكون عنده أكثر سعادة من إنك تكسب بدون جمهور بدون مجهود. ما كانش احتفال بزيزو يعني. ده شيء طبيعي، بس انا عايز اقول ايه الشرح العميق. العميق. عايز اقول اكتر من مجرد هدف ما وراء المشهد يعني. اكتر من مجرد هدف، او زي زمان كده ما وراء الخبر. بالظبط. حافظ للفريق على فرق النقاط وضاف ثلاث نقاط، هي طبعا مهمه جدا. طبعا النهارده كل الفرق يعني معظمها لو امنت وجودك في دوري ابطال افريقيا الموسم الجديد، يعني انت ما عندكش هو من حسب القرار حسب القرار انه يوم 30 يونيو الدوري ما يكونش خلص، فياخدوا بالترتيب الدور الاول. والله انا تحديدا القرار دوت انا متعجب منه وضده. موجود في اللائحه وضده ومحدش يعني اعترض. موجود في اللائحه. طب خلاص يبقى انا مفيش حد اعترض. يبقى انا كده اسحب اعتراضي طالما ده موجود في اللائحه. انا كان في الاول زيك، انا سالت قال لك لا موجود في اللائحه، والدليل مفيش ولا نادي اعترض. ازاي يعني ازاي الانديه توافق على هذا الامر؟ صح. برضو كلها استثنائية لأسباب التعريفة يعني. إحنا كل موسم عندنا الدوري عندنا ظروف استثنائية. هو الموسم ده المفروض آخر استثناء يعني. ما هو دوت برضو بيضر الفرق اللي عندها عقود مع لعيبة محترفة. سيبك من اللعيبة المحلية. هنقدر نتصرف مع بعضينا. ما احنا الدوري مكمل فكلنا مكملين. طبيعي لو عندك لعيبة محلية وهتسيبك هتروح لنادي محلي فمش هيقدر يروح بعد. إنما خلينا في المحترفين. صحيح. عندك أزمات. دي حصلت مع فرجاني ساسي وقت ما جه يمشي. الدوري كان لسه ممتد لثلاث شهور. ثلاث شهور زياده. ثلاث شهور وهو جه شهر 6. السلام عليكم. 1/6 مشي. وده قانوني. انت ضرتني انا كفريق نادي الزمالك. فانت لازم كل الامور دي تكون واضحه وتحاول تعالج. احنا دخلنا معلش من القضيه بس يعني هنرجع تاني وتاني. لازم تكون واضع تصور لعلاج لكل القصور دوت. انت النهارده هفترض جدلا ان الاربع او الخمس محترفين عندي في الفرقه عقودهم بتنتهي هذا الموسم. طب بلاش كده كمان. طب احنا عارفين ان في ثلاث اربع لعيبه ممكن يمشوا عشان عقودهم انتهت لو جالهم عروض بره. بالظبط. طب ايه رايك في لعيبه عندك ومستمر مش معاك انت بس وفي انديه اخرى وجالك عرض مغري جدا لاحترافه، لو هيمشي يمشي دلوقتي برضه. بالظبط. مش هيستنى لك اخر الموسم. بالظبط. يعني ما دي برضه مشكله ثانيه. يعني انت ممكن نص الفرقه تمشي وتسيب. لو او بلاش نص فرقه يعني عندك الثلاثه وواحد هيحترف. احنا بنتكلم نص الفرقه الاساسيه اللي انت بتعتمد عليهم بنسبه 90% طوال الموسم. صحيح. لانهم دول اللي بيبقوا المميزين اللي الفرق بره او الانديه بره بتبص عليهم.
إنما أنت النهاردة لما يبقى عندك دايما ظروف استثنائية سواء في مؤجلات أو في توقيتات أو في طول مدة الموسم وتلاحم المواسم، ونرجع نقول إن المنتخب الوطني عندنا دايما ضعيف ولما بيطلع في البطولات ما بيأدي، ما كل دي سلبيات وكلها أمور متعلقة ببعض ومرتبطة ببعض. في النهاية هو منتج، لو أنا أحسنت إدارته وأحسنت إنتاجه هيطلع عندي منتج عظيم، إنما لو أنا بوظت البداية وأدرت المسألة غلط، وهي ألف ب إدارة المسابقات وإدارة البطولة الأساسية المحلية عندي اللي هي بطولة أو مسابقة الدوري، إذن كل اللي جي وراها هيطلع منتج غير صالح للاستخدام أساسا، وده اللي إحنا بنعانيه. النهاردة أنت بتلعب البطولة ممكن تلعب أسبوع في ثلاث ماتشات، وممكن ماتشين تلعب ما بينهم فاصل زمني 10 و11 و12 يوم. ايه الشغل الغريب دوت؟ يعني انا كمدرب النهارده جاي بحط برنامج اعداد للموسم بالكامل، اوزع ازاي برنامجي البدني؟ ازاي اوزع احمالي البدنيه؟ ازاي اوزع الراحات؟ امتى هطلع هرفع الحمل؟ نعم عاوزين صحراء مش مدربين، ما عشان كده بنطلع في افريقيا بالصحراء اللي عندهم بيكسبونا دايما. فاذا المساله كلها محتاجه اعاده صياغه واعاده، عارف انت المفروض ايه؟ انسف كل القديم وابدا من اول وجديد، ده المفروض يحصل. انما انت مثلا لو اقول لك هيلغوا الدوري بقيه الماتشات دي هتتلغي، هتوافق؟ عشان نبدأ على نضيف دلوقتي؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش. في انديه صرفت وفي انديه تعاقدت وفي انديه عندها التزامات وعندها عقود. انا الكلام دوت اقدر اقول للانديه الموسم اللي جاي. الموسم اللي جاي. فكل يعمل حسابه على هذا الاساس، انما ما ينفعش تقول انك انت الموسم في بدايه الموسم عامر حسين قال انه خير الانديه بين دوري مجموعتين عشان المباريات تقل والوقت يقل فنخلص بدري، والانديه رفضت. ما هو ومع ذلك وافقت على فكره الدور الاول دي، يعني رفضت دي. هو ما خلي بالك اكيد يعني في بعض الفرق ما بتكونش متوسمه في نفسها خير انها تنافس وتطلع للمربع الذهبي. صحيح. فبالتالي بالنسبه لها زي لا في مساله تحديد الفرق الاربعه اللي هيشاركوا في دوري الابطال والكونفدراليه. انما طبعا احنا عندنا دلوقتي مثلا سموحه، ده مثال حي لسوء الحظ. للعام الثاني على التوالي هو موجود في المربع الذهبي او ممكن ياخد مربع ذهبي وما يدخلش برضه افريقيا. ما هو السنه اللي فاتت حصل نفس الكلام، نفس الشيء. طلع الرابع بس في النهايه ما شاركش، واللي شارك المصري، لان في وقت ما تم ارسال الاسماء كان المصري بس ده هو كانوا خضوهم المركز الاول بكره. فمين اللي استخضت؟ ما هو بقى ده اللي بيحصل في اتحاد الكوره، هو بكره الموسم دوت بقى تلعبوا مجموعتين ولا نطول؟ فطبعا انت ما اديتنيش حتى فرصه ان انا افكر. لا انا بتكلم من دلوقتي، ليه نبدا نعد للموسم اللي جاي من النهارده؟ ليه استنى لنهايه الموسم وابدا افكر؟ ما انا عارف نهايه الموسم عندي هتبقى في شهر اغسطس مثلا او سبتمبر ممكن يمدوها، الله اعلم. تمام، مع سبتمبر دي هتمدها وبعدين هتلعب في اكتوبر وبعدين هتريح بالشهر ونص عشان كاس العالم. عشان كاس العالم. طب احنا ليه نقف في كاس العالم؟ عشان عندك نادي زي الزمالك ممكن يبقى عنده حمزه وسيف مثلا. ما هي دي المشكله. والاهلي ممكن تلاقي عنده علي معلول، يعني فبرضه في وبيراميدز، فممكن تلاقي كذا. والله اتمنى يخرج كده قرار ثوري من الثلاث انديه الكبار دولت، نلعب من نكمل نلعب من غير محترفين عشان طب نلعب الكاس الاول غير محترفين. مثلا على رايك يعني. لا فانت النهارده عشان تبدا تبني صح فكر من النهارده للموسم اللي جاي. وابدا حط افكار وحط حلول. اما هو ليه مجلس اداره اتحاد الكوره دوت فيه مثلا 6 7 افراد؟ ما عشان كل واحد يطلع بفكره ونقدر نتناقش. صحيح. ما اجلش، انا اتمنى ان هم يبداوا بدري، يقعدوا مع ايهاب جلال يشوف هو رؤيته ايه وعاوز ايه، عايز المنتخب. هنتكلم عن المنتخب دلوقتي بعد شويه يعني. لان هو جزء اصيل من المشكله. طبعا. طيب نرجع للزمالك تاني. نرجع للزمالك. زيزو ما قلتيش رايك فيه. زيزو خلص فيه كل الكلام يعني. زيزو بصراحه يعني ما شاء الله عليه، يعني انا شايفه ان هو احسن لاعب في الدوري هذا الموسم. صحيح. لعيب اولا عنده اخلاص شديد جدا للفانيلا البيضاء، بيحافظ على اسمه. ايام رمضان يعني في البرامج قال جمله كده في اطار انه كان ممكن الاهلي عرض على الاهلي. لكن الاهلي حاول ان هو يساعد زمايله، اذا ما كانش هو عنده قدره على التهديف بيساعد. فطبعا لعيب سوبر، اتمنى ان يكون في 4 5 10 من احمد زيزو جوه نادي الزمالك، لانه كمان احمد من اللي بيطوروا نفسهم.
يعني بداياته مع الزمالك ايام جروس ما كانش فعاليته كبيره على المرمى، وهو كان جاي غريب عن الدوري المصري. الفعاليه ما كانتش كبيره على المرمى. بعدين جه ميتشو بعد جروس تطور شويه، وبعدين جه كارترون، وبعدين هو ده قيمه اللاعب بافكاره ان هو بيستفيد من كل مدرب، ان هو يقدر يطور من مستواه. ما فيش لعيب بيتولد سوبر، انما هو مع على مدار الاداء وعلى مدار الموسم والمباريات وتراكم الخبرات هو بيوصل لمرحله من التالق والنجوميه. هنا بقى تيجي المرحله الثانيه ان هو يحافظ على هذا المستوى. صحيح. اللي هو وصل، هو طالما وصلت للقمه مطلوب مني ايه؟ ما فيش بعد القمه حاجه، ان انا احافظ على هذا المستوى. صحيح. واعتقد ان هو دخل في المرحله دي. لا هو كمان يعني احمد سيد هو صاحب هدف الفوز او ضربه الجزاء الترجيحيه التي ادت الى فوز الزمالك في الكونفدراليه. تمام؟ وكان بشاير بقى ضربات الجزاء بالنسبه لزيزو يعني. فهو اسمه بقى مهم واسمه وتقيل في فريق الكوره دلوقتي في الزمالك. الفرقه بقالها فتره محتاجه الموهبه دي او اللعيب ده اللي عنده الحل. انت وارد جدا طبعا بتقابل فرق وقت كده انه بيحصل حاله تذبذب عنده، دي نقص خبرات. هو لسه لعيب صغير قدامه لسه المستقبل كبير، مع تراكم الخبرات والثبات الانفعالي عنده. لان في مباريات بتبقى عصبيه وفي مباريات بتبقى هاديه لوحدك. عمر السعيد لما بختار زيزو طبعا لان هو اداؤه يتكلم طبعا، وفي نفس الوقت برضه امام، وشايفين الـ الطموح والروح والرغبه عمر. اللي عنده عمر في انه يثبت نفسه، وعمر من الاسماء او اللعيبه اللي هي عقدها ينتهي هذا الموسم، وجات له عروض كتير، واكيد جاي له عروض، جاي له عروض كتير، لكن فعلا بتشوفه في الملعب ما تحسش خالص باي اشاره انه بيفكر في الموضوع ده. هو مركز جدا في الفتره الاخيره بالذات. انت جبت الاجابه، هو مركز. وهو حابب ان هو يقول انا عنصر مهم جوه الفريق. هفترض ان هو هيمشي في نهايه الموسم. تمام. صحيح. لان هو اسهمه ارتفعت، استعاد ثقته بنفسه، اصبح عنصر مهم جدا واساسي في الفريق، رجعته حسيسه التهديف، اذا هو في النهايه هو كمان كسبان. صحيح. فطبعا مساله بقائه من عدمه، خلينا ما نسبقش الاحداث ونشوف في نهايه الموسم ايه المحصله النهائيه. لان طبعا قبل كل دوت في تقرير من المدير الفني هو اللي الاداره كده هتمشي عليه. صحيح. لان هم ادوا له صلاحيات كامله في اداره هذا الملف. اللعيب اللي انت عاوزه يستمر هيستمر، اللي مش عايزه مع السلامه. وده شيء يحترم، وطبعا لازم يكون الملف بالكامل في ايد المدير الفني. صحيح. الزمالك دلوقتي ماتش انبي هيبدا الدور الثاني. خلاص اول مباريات الدور الثاني، زي خلص 17 مباراه بتوع الدور الاول، هيعيد بقى الكره مرات اخرى بالزبط. في الدور الثاني هيبدا مع انبي. الموسم ده في بدايته الزمالك في اول ثلاث اسابيع كان النتائج 2-0 2-0 2-0 في الثلاث مباريات. عمر السعيد كان هو الجول الثاني دايما، واحمد سعيد ضربه جزاء جزاء وبالراس. تمام؟ او بالهيد يعني. طيب هنا بقى مباراه انبي تشوفها ازاي في وقت زي انه الزمالك متصدر الدوري بعيدا عن نتائج الاخرين يعني، وحافز انه كل مباراه بتفوز فيها في الاسابيع اللي جايه بتقربك من التاكيد على انك بطل الدوري وتبقى تحتفظ بالدرع للموسم الثاني. طيب انا شايف ازاي مباراه انبي زيها زي اي مباراه تبقى مباراه صعبه. تمام. ليه صعبه؟ لان اصبح النهارده ما عنديش اي رفاهيه في اهدار اي نقطه. لان طالما ان انا اهداف زيزو اهو بتعول يعني مخرج لقاء عايش معانا الاجواء. صحيح. تمام. النهارده لو انا بهدر اي نقطه انا بقرب المنافس للمنافسه مره ثانيه، وبزرع عنده هو الامل يبقى عندي اكبر، وبالتالي بحط على نفسي انا كلاعب ضغط اعلى، لان مطالب في المباراه اللي بعدها لازم ان انا اعوض وان انا ما اخسرش. فاذا لازم يكون في من البدايه استراتيجيه واضحه عند اللعيبه ذاتيه، يعني داخل كل لعيب ده الهدف الداخلي، ان الهدف الجماعي لازم ان احنا كفريق نتعاهد بعدم خساره اي نقطه. صحيح. ودوت طبعا مطلوب اداء ومطلوب اصرار ومطلوب حافز. الحافز ايه هو؟ طبعا ان انت تحتفظ بالدرع وتكتب تاريخ، لان من النادر ومن القليل ان في لعيبه بيبقى عندها حافز تاخد البطوله وتحتفظ بيها. وده اللي بيفرق من لعيب للتاني. الجيل الحالي والامكانيات اللي موجوده في الفرقه رغم
ان الزمالك هو الفريق الوحيد اللي حرم من التدعيمات في بدايه الموسم. صحيح. وكان طبعا دوت شيء سلبي كبير على الفريق، ولكن قدرت اللعيبه تعوض هذه النقطه، وبرضه رغم التغييرات الاداريه الفنيه قدروا يعوضوا كل دوت، وقدروا يثبتوا جدارتهم وان هم حتى الان متصدرين المسابقه. طالما ان انا نجحت في نص الحكايه لازم اكد النص الثاني، لان لو ما نجحتش في النص الثاني اللي عملته في الاول هو اصبح بلا قيمه. صحيح. لازم يحطوا الكلام ده قدام عينيهم في كل مباراه بيلعبوها، وينسوا اسم الفريق اللي هيلعبوه، انبي، اسماعيلي، اهلي، بيراميدز، ايا كان، عندي هدف وحيد فقط لغير، انا هنزل ادي افضل اداء عندي على قدر المستطاع، اقلل الاخطاء والسلبيات ومساله اهدار الفرص، لان طبعا في مباريات بتخلص من نص فرصه. صحيح. وفي بتيجي من خطا من على حدود منطقه جزاء المنافس ليك، فلازم استغل كل فرصه. انما مش عايز اقول انبي كانبي، او عشان طبعا عنده جهاز فني طبعا قدير كابتن حلمي، وعندهم عناصر مهمه جدا ومميزه جدا، فلا انا مش عايز ابص لاسماء الفرق، انا عايز ابص عليا انا هدفي ايه؟ ماليش علاقه انا صحيح هقابل انبي هقابل انسى الاسماء، انا هدفي ايه؟ عرفت هدفي وحددته اقدر انفذه. صحيح. واقدر ان انا اقتنص كل الانتصارات، وبالتالي طبعا لو الفرقه قدرت تكسب كل مباراتها تضمن اللقب، وبالتوفيق لهم ان شاء الله يا رب. هنطلع دلوقتي لتقرير عن تولي مسؤوليه الكابتن ايهاب جلال مسؤوليه المنتخب، وراي فيريرا، النقاد عن فيريرا، ماشي، اراء النقاد الرياضيين عن فيريرا، وبعدين نرجع بقى نتكلم عن الكابتن ايهاب جلال. جيسواندو فيريرا مدير فني كبير، اول ما جه نادي الزمالك في طفره باينه في الاداء، في لعيبه كتير اداء اتطور، احمد سيد زيزو حاليا من اهم اللعيبه في مصر، دايما يسجل، دايما الفريق بيوصل للجون على عكس قبل كده الفتره الاخيره، وباذن الله يعني اتمنى لهم التوفيق. بروفيسور يعني راجل مدرب كبير جدا واسم كبير جدا ونجاحاته سابقاه، راجل مش لسه هنتعرف عليه ككوره وكشغل كوتشنج في الملعب. بالتاكيد بصمته واضحه في فرقه نادي الزمالك من حيث التنظيم في الملعب، التمركز، انه ازاي اللعيبه التحركات موجوده، ازاي الدفاع بيتنظم، وان كان طبعا في ماتش ايسترن كومباني يعني كان دفاع الزمالك بيلعب دفاع متقدم فكان فيه مساحات، لكن اظن ان هو مع فرق ممكن فرق اكثر قوه من ايسترن كومباني مش هيلعب بنفس الشكل، لكن في النهايه بتقدر تقول ان الزمالك لا اتحسن كتير عن فتره باتريس كارتيرو، الفرقه شكلها افضل، بتقدر ان هي ترجع في ماتشات صعبه، ماتش بيراميدز، ماتش المصري، ودي حاجه برده بتعكس انه في مدرب بيقدر ياهل اللعيبه نفسيا كويس، انه يبقى في شخصيه في الملعب. لا، في تغير طبعا على اللي ما كان عليه، كان في اضطراب كبير جدا في الفريق، وساب بصمه زي ما كان عاملها قبل كده معاهم، وان شاء الله طبعا يبقى في تحسن اداء، لان نشوف الزمالك على منصات التتويج مره اخرى. يعني خلينا نقول ان الزمالك بيقدم بالفعل مستوى كويس، مستوى فني ثابت الى حد كبير، وده بيتمثل في النتائج الجيده لفريق الكوره. الزمالك مر بفتره صعبه، وحاليا لسه الظروف الصعبه عايش فيها، من ناحيه عدم الاستقرار، من ناحيه ان مفيش انتقالات، من ناحيه ان الفريق مش مدعم بالشكل المطلوب، لكن في الاول وفي الاخر النتائج لحد كبير على المستوى المحلي هي مرضيه جدا للجماهير. يعني طبعا هي اللمسات طبعا فرقت الفتره الاخيره طبعا في الدوري، وبانت اللي هي اللمسات طبعا المدير الفني طبعا فيريرا مدير فني كبير طبعا، ومنافسه شرسه جدا بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، وطبعا الدوري مش هيخلص بدري السنه دي، طبعا هيبقى مستمر للاخر. لا طبعا فيريرا مدرب كبير جدا، وابتدت بصماته تظهر على الفريق الحقيقي يمكن من اول مباراه. مستر فيريرا قدر ان هو يلم شمل الفريق الزمالك، وقدر ان هو حتى يعتلي صداره الدوري الممتاز. اهلا بكم مره ثانيه، وما زلنا طبعا في حوارنا مع الاستاذ محمد نبيل الناقد الرياضي بجريده الاهرام، وعاوز اتكلم معاك عن اتحاد الكوره واختياره الكابتن ايهاب جلال. النهارده شفنا تقديم الكابتن ايهاب جلال بعد يعني تقريبا 3 أسابيع من الاختيار. تاخروا شويه. تاخروا طبعًا. برضو كان في مهمه مازيمبي مع بيراميدز ولم ينجح يعني للاسف. لكن النهارده كان كابتن ايهاب بيتكلم وبيصرح وقال يعني انه هيبقى المجموعه مش هتتغير، احنا هنحاول نعمل 60 لاعب عشان يبقى عندنا. هو مش قادر يغير المجموعه فعلا، ما هيجيب وبعدين ما عندوش واحد اساسا. ما هيجيب منين؟ قال لك اقلب من شهر. يعني احنا كام يوم؟ 2 الكابتن ايهاب قال في المؤتمر ان هو هيضم في المرحله الاولى 40 لاعب.
انما هو في ذهنه هو عارف مين ال 22 23 لاعب اللي هي في النهايه صحيح. هو اللي هيضم القائمه، وهو بيضم العناصر الجديده ممكن يكون فقط لغير جو او شو، انما في لعيبه عارفه. يعني ايه عناصر جديده اساسا؟ ما هو ال 40 لاعب اكيد منهم 22 لاعب اللي هم العناصر الاساسيه اللي احنا ممكن نرصهم دلوقتي، اللي هم مش خروجوا بعيد قوي عن القائمه بتاعت اخر بطوله. لا ده قال 60 لاعب بالاضافه للمحترفين. لا ما هو سيب المحترفين على جنب، خلينا في المعلبة المحليه ماشي، لان المعسكر اللي هيجي دوت اكيد اللي هيضم فيه 60 لاعب مش هيكونوا في من ضمنهم المحترفين كلهم. في ستين اني معسكر، ما هو هيبدا قال لك انا لا هيبدا باسماء او هيعلن اسماء. 60 عنصر قال 60 ولا 40؟ قال 60. 60 طب 60 ده ضربة فرق. هو قال انه هيبقى هنعمل قوام المنتخب من 60 لكن المعسكر الاولاني ب 40. طيب ما هو حتى لو معسكر ب 40 لاعب ده هيبدا امتى؟ رقم مبالغ فيه قوي ورقم كبير. اي مدير فني محتاج تركيز شديد مع العناصر اللي هو هيبدا يطبق معاها فكره. طيب انا في مرحله تنقيه واختيار ولا في مرحله تنفيذ؟ ما هو انا برضو لازم انا كمدير فني جدولي ايه؟ النهارده انا عندي بعد اقل من 3 اسابيع بدايه تصفيات. هل عندي الوقت ان انا اجيب لعيبه واجرب امال ليه ماتشات الدوري دي شغاله؟ صحيح. طب ما انا ممكن وانا قاعد كده حددت قائمه فيها 100 اسم، وممكن وانا قاعد اشيل 50 وانا قاعد واحدد عندي في كل مركز مثلا 10 لعيبه، حددت في كل مركز 10 لعيبه. بس هو في حاجه اهم من كده، المعسكر هيبدا يوم 30 مايو واول مباراه ليك 2/6. طيب امتى بقى هي هننقل؟ صلاح عنده نهائي اوروبا 28 تمام، وكل اللعيبه المحترفه في اطار ال 15 20 مايو هيكونوا ايه؟ ريحوا خلاص، خدوا اجازتهم والدوريات خلصت بره. هل هيضموهم بدري؟ هل هياخدوا ليهم كلعيبه اعتقد ولا هيريحهم؟ لا اعتقد هيسيبهم ياخدوا راحه سلبيه طبعا لان يكونوا اكيد محتاجينها وهينضموا في بدايه المعسكر. بس راحه سلبيه وهجيبهم يوم 30 عشان يلعبوا بعد 3 ايام؟ ما هو مش منطقي ان انا برضو هجيبهم هم بدري وابدا اجهزهم بدري، يعني ما هو تفورته ولازم تلاقي لها حل، لان برضو انت اللعيبه دولت كان عندهم موسم صعب وموسم طويل في البطولات الاوروبيه. طبعا الدوريات الاوروبيه مختلفه، عندهم كل مباراه اعلى ما يمكن من المستوى، فطبعا لازم دي فتره من الراحه. واعتقد ان هم هيكونوا في اشد الحاجه ليها. صحيح. عموما هنشوف كابتن ايهاب هيعمل ايه، انما انا بس تعليقي الوحيد ان انت ما عندكش وقت ان انت تنقي هذه القائمه عشان تطلع بيها في 3 ايام وتقول ان انا مثلا شلت 15 او 18 لعيب تم استبعادهم، ملهاش لازمه. يمكن يكون غرضه انه هيعاوز يلعب يوم 13 او 12 ولا عاوز 6 يقول ان دول ماتش ودي تاني ايهاب جلال. نعم. ولا عايز يقول ان دولت اكتشافات ايهاب جلال؟ لا ما اعتقدش ده المنطق. لا هو إيه؟ طيب انا وجهه نظري ان هو هيلعب ماتش، هو طالب ماتش ودي بعد الماتشين الرسمي. كويس. طيب في الحاله دي ممكن اقدر بقى اضم عناصر جديده واجرب. عشان كده عاوز معسكر هيبدا 30 بالعدد اللي انت بتتكلم. انما في الوقت القليل دوت، وان انا اضم مثلا 40 لاعب في معسكر وقبل التصفيات الرسميه رقم مبالغ فيه. واتمنى طبعا ان هو يعمل نتائج ايجابيه قصاد غينيا واثيوبيا قبل الماتش الودي، يعني عشان لو اي نتائج كده حد شايف هنوصل ماتش ودي ولا لا يعني. ما هو طبعا اساسا لازم طبعا يكون هدفه الاساسي ان هو يكسب الماتشين دولت عشان يسهل مشواره في التصفيات، لان هو النهارده في المؤتمر كان بيتكلم ان دايما اسم مصر مرشح دايما للفوز بالبطوله الافريقيه. صحيح. انما احنا لازم نفكر الاول في التصفيات عشان نوصل للنهائيات ونشارك في البطوله. صحيح. وطبعا انا عارف ان يعني مفيش توافق كبير على اسم كابتن ايهاب سواء في الشارع او في على المستوى الاعلامي، انما المرحله دي انتهت خلاص، النهارده وقت المسانده. صحيح. خلاص عارف انت الرصاصه طلعت خلاص، ما بقاش في وقت ان انت تقول الاختيار كان صح او الاختيار كان غلط، انما النهارده وقت المسانده. ولكن كابتن ايهاب هيكون مطلوب منه، وحظه كويس ان هو طبعا مش قدام منتخبات تقيله بدايه مشواره، وان هو يقدر يقدم نتائج كويسه. فطبعا هو هيكون مطلوب منه ان هو يكون عنده تركيز شديد جدا في اختيار العناصر اللي هتقدر تنفذ فكره بسرعه شديده. صحيح. لان الفتره قليله جدا، وانك انت تدرب اللعيبه على اسلوبي او افكاري او تكتيكي لو انا عندي فكر خاص بيا وعاوز اطبقه. ما هو هيطبقه.
لا ما هو مش هو مش هو اللي هيطبق، مش هو اللي هيطبق. هي منطق على فكره انه لو غير طريقته يبقى وجوده ما كانش ليه لازمه. اللي هي طريقته مع البيراميدز يعني؟ طريقته اصل مش مع بيراميدز بس، مع كل الانديه اللي ضربوها هي طريقه واحده. لا ما هو النهارده التمرير والبناء الهجمه من ورا. النهارده طالما ان انا عندي عناصر اكثر من الفرق اللي انا كنت بدربها، لازم افكاري تكون عندها المرونه انها تتغير. النهارده انا ما كانش في الفريق اللي انا بدربه مرونتي انا ولا مرونتهم هم؟ لا مرونته هو. النهارده لو انا كنت مثلا سي مع الزمالك او مع بيراميدز او مع ايا كان الفريق اللي كان بيتولى مسؤوليته، هو كان المقصه والزمالك والمصري وبيراميدز والاسماعيلي. كويس، هل العناصر دي كان فيها مثلا عناصر مثلا زي محمد صلاح، زي احمد سيد زيزو، زي تكوين وسط الملعب مثلا لو دخلنا السوليه مع كابتن طارق حامد او عبد الله السعيد النهارده اشار لوجود عبد الله؟ والله هو لمح ليها. انما انا اتمنى ان عبد الله ما يترجعش عن قرار اعتزاله اللعب الدولي الا اذا شعر ان هيكون ليه دور داخل الفريق. ما هو اكيد الكابتن ايهاب مش هيستدعيه الا لو كان ليه دور علشان يقعد على الدكه فقط لا غير. ده كده عبد الله بياخد من رصيده اللي موجود عند الجمهور. الجمهور فاكر لعبد الله السعيد دوره وادائه الرشيق الكبير مع المنتخب. النهارده طالما ان انا خلاص مش قادر اادي هذا الدور، او ان انا اصبحت رقم اثنين او ثلاثه في مركزي، لازم احترم التاريخ اللي انا صنعته، ولازم انا اللي ابادر بالاعتذار. وطبعا هو شعر طبعا بهذا الكلام في البطوله، واعلن قراره اول لما رجع المنتخب من افريقيا الاخيره من الكاميرون. فتراجعه عن هذا القرار هيكون خطير جدا اذا لم يعود عبد الله سعيد. خد القرار لما عرف انه ملوش دور، وهو في نفسه عبد الله في تصريحات لي يعني قال انه لو المنتخب احتاجني فانا هكون جاهز. يعني الراجل بيتراجع الاعتزال، ده شعور وطني جميل وشعور بالمسؤوليه تجاه منتخب بلادك. انما مش مساله ان انا المدرب بتاعي اللي كان مسؤول عن فريق هو اللي موجود فانا اضمن مشاركتي. القصه مش مساله ضمان مشاركه، هي المساله ضمان اداء وجوده. والنهارده النهارده عبد الله السعيد مين خطه الكابتن ايهاب هتكون ايه؟ الله اعلم، هو دوت هنشوفه بقى. احنا مش عايزين نخش في افكار او تكهنات كابتن ايهاب، لان هو الادرى بمصلحته ومصلحه المنتخب، وهو يختار افضل. هو المشكله طريقة. كلها هل هيعتمد على صانع الالعاب اللي هو دايما بيمضي وبيوقع على كل هو ما بيعتمدش عليه كوره، ولا بيعتمد هو على كإيهاب جلال ما بيعتمدش على صانع الالعاب؟ خلاص اذا عبد الله مش هيكون له دور. خلاص القصه واضحه، ولا قفش ولا قفش اللعيبه اللي هي بتوقع على كل كوره. انما لو انا النهارده اصبح عندي الاداء كتله هجوميه والفريق بيتحرك كتله واحده، اذا صانع الالعاب هي اسطوره انتهت في في طريقه اللعب ديت، ما بقتش موجوده. اذا طريقه اللعب الهجوميه انت مش عارف صانع الالعاب هيبقى منين، ممكن الجناح اليمين، الجناح الشمال، ممكن نص ملعب، ممكن يكون الديفندر بتاعك الاساسي، صحيح، ممكن يكون اصلا الباكين نفسهم. وبعدين هو محتاج وجهه نظري طبعا، انه ككابتن ايهاب مع المنتخب والمنتخب بشكل عام يبقى عنده شخصيه في المباريات اللي جايه ويكونها بالمنطق ده. يعني شخصيه ان في طريقه اداء بتتعمل، لعيبه عناصر قويه بتنفذ المباريات بتاعه التصفيات دي، والتمهيد لان انا الشخصيه ديت، وان انا اقول ان انا رجعت تاني. ايوه، مهم منين امتى الشخصيه بتبنى، او ان انا اقول ان المنتخب دوت عنده شخصيه قويه، ان هو بينزل على ملعبه او بره ملعبه عايز يكسب. بالظبط، ما هو ده اللي احنا عاوزينه من الكابتن ايهاب، انه يعمل الفكره دي. بالظبط، هيبقى نجاح على فكره طبعا. يعني بعيدا يرجع لنا الصوره الحلوه بتاعت جيل الكابتن حسن شحاته اللي فضل اللي لحد النهارده هو دوت المعيار. هو يقدر انه في الفتره الاولانيه هيبقى في ضغط، وفي طبعا وفي انتظار للنتائج يعني منه طبعا. وطبعا يكون عامل حسابه ان ما عندوش القبول الكامل، وده ما تزعلوش. لازم كابتن ايهاب بيفكر من النص الـ الافضل لوجهه النظر ديت، ان انا ده يكون عندي حافز ان انا اقنع بقيه القطاع اللي هو مش مقتنع بامكانياتي كمدرب للمنتخب ان انا قادر اتولى هذه المسؤوليه. صحيح. طيب هنطلع دلوقتي بقى للتقرير النقادرين، بس المره دي في الكابتن ايهاب جلال، نشوف راي زملائنا النقاد الرياضيين في اختيار الكابتن ايهاب جلال كمدير فني للمنتخب، ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ محمد نبيل.
طبعا تجربة جديدة لمدير فني جديد، يمكن بتصاحب ضغوط كبيرة جدا بيتعرض لها إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب، وفي عدد كبير جدا من الرأي العام في الشارع المصري ما كانش مؤيد للتجربة. ده يمكن بيحط ضغوط كبيرة جدا على إيهاب جلال في أول مباراتين، وخصوصا في مباراة غينيا الافتتاحية، رغم ضيق الوقت اللي بيواجه إيهاب جلال، لكن هو عليه إنه هو يؤدي أو يظهر بشكل جيد رغم الصعوبات، ورغم إنه مش هيبقى عنده معسكر طويل. ويمكن ده أشار لي إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي وقال إن أنا هلعب بنفس التشكيلة أو نفس الكواليتي اللي كان موجود مع كارلوس كروش في الفترة اللي فاتت. هو الفترة الجاية الكابتن إيهاب بداية تصفيات كأس الأمم الأفريقية، طبعا هو ما عندوش وقت، والنهاردة الراجل هو اعترف إن هو داخل الفترة دي ما عندوش وقت، هيعمل أقصى ما في وسعه إن هو يعدي الفترة دي على خير. هو بيتكلم في مشروع جاي، فإحنا نقدر مش هنحكم عليه الفترة دي، من اللي جاي إن شاء الله هنبدأ نحكم عليه. والله الكابتن إيهاب جلال من المدربين المحترمين في مصر أو المدربين المصريين الموجودين في الساحة، يعني بصراحة مدرب عنده فلسفة وعنده رؤية وعنده ما شاء الله أسلوب لعب محترم اتميز بيه الفترة اللي فاتت، وده اللي ميزه وخلاه موجود في المكان ده. أتمنى بس بالكابتن إيهاب يعني ما يبقاش في تنازلات عنده، يعني يتعلم من المرحلة بتاع الكابتن حسام البدري، ما يبقاش في تنازلات بالنسبة للمعسكرات بالنسبة لفترات التجمع المنتخب عشان يقدر يحصل نجاح ان شاء الله. هو بالتاكيد الفتره الجايه هتكون فتره صعبه، خاصه بعد التباين في الاراء ما بين الجماهير المصريه بعد تولي ايهاب جلال المسؤوليه الفنيه للمنتخب الوطني، ولكن احنا دلوقتي ما قدامناش غير ان احنا نقف جنبه، نساند منتخبنا الوطني لتجاوز الكبوه اللي فاتت، فشل التاهل لكاس العالم وعدم الحصول على بطوله افريقيا. اعتقد كابتن ايهاب جلال هيحتاج بعض الوقت كما صرح في المؤتمر الصحفي ان يقدر اللمسه بتاعته تقدر تبان على اداء المنتخب الوطني، خاصه ان ايهاب جلال معروف ان هو ليه اسلوب في طريقه لعبه. ايهاب جلال طبعا هو الافضل والمتواجد والافضل حاليا في مصر، ان هو والاقدر ان هو يتولى المنتخب. ايهاب جلال ان شاء الله يكون مع المنتخب هيقدم اداء فني، احنا زي ما احنا عارفينه في بيراميدز والمقصه وعمل اجواء حلوه جدا ومع الاسماعيلي. ده تحدي صعب لمجلس اداره اتحاد الكوره، لكن انا بتوقع ان شاء الله الكابتن ايهاب جلال يكسب الرهان عليه، لان بطولات منتخب مصر الفترات اللي فاتت كلها، يعني ان احنا نتوج بثلاث بطولات افريقيه مع كابتن حسن شحاته، ده يا مثلا ايه يدينا الامل ان احنا ان شاء الله نكسب الرهان على الكابتن ايهاب جلال الفتره اللي جايه. احنا كل الدعم للكابتن ايهاب جلال، اللي انا بطالبه من الجماهير كره القدم المصريه انها تبقى مسانده للكابتن ايهاب جلال وجهازه الفني. احنا عندنا تحدي اكبر، ان انت وصلت مع كيروش نهائي كاس الامم الافريقيه بالكاميرون، فطبيعي جدا ان البطوله اللي جايه في كوت ديفوار 2023 انت مش محتاج انك توصل بس، لا احنا محتاج ان انت تتوج بالبطوله الافريقيه. ناخد بقى من ناقدنا الرياضي ابراهيم منصور وكلامه عن فكره ان الكابتن ايهاب جلال مطالب الان بانه ياخد بطوله افريقيا اللي جاي. انت شايف انه الكابتن ايهاب جلال مطالب بالفعل انه ياخد بطوله 2023، ولا يصنع منتخب يستطيع ان يتحصل على بطولات اكتر بعد كده؟ ده اختيار صعب. يعني ابراهيم منصور زرقنا، يصنع المنتخب ولا يكسب البطوله؟ ما ينفعش يبقى الاثنين بالتوازي. قول لنا انت. يعني اتمنى طبعا اي مدرب هيجي اكيد مش هكون طالب منه ان هو تمثيل مشرف والكلام بتاع اكل شهادة زمان ديت. صحيح. انا النهارده اسمي منتخب مصر، وانا ما زلت محتفظ بالرقم القياسي في عدد الالقاب القاريه. انما ده مش كفايه، لازم ابني، وان انا لازم الحق المنتخبات القويه اللي اصبحت النهارده بتضم عناصر قويه جدا في الدوريات الاوروبيه، ولازم الحق نفسي وان انا اعد نفسي بشكل قوي جدا اجابه بها هذه المنتخبات. اذا لازم المساله تبقى بالتوازي، اصنع المنتخب وبشخصيته زي ما انت كده قلت قبل ما نطلع الفاصل ونشوف التقرير، وفي نفس الوقت ازرع عند لعبتي ثقافه الفوز والعوده لمنصات التتويج الافريقيه. مصر غايبه بقى لها فتره كبيره، وده ما يصحش. الكره المصريه اسمها كبير جدا، عندنا امكانيات كبيره، يكفي ان احنا عندنا عناصر بتلعب في 2010 اخر بطوله. طيب لكن في اخر ثلاث بطولات وصلنا مرتين نهائي، حظنا ما كانش كويس طبعا، وكان عندنا سوء توفيق طبعا، خصوصا في اخر بطوله في الكاميرون. احنا ما كانش عندنا طموح نوصل لدور الاربعه بصراحه، يعني قبل البطوله، لان ما كناش عندنا اي شواهد بتقول ان احنا هنكمل المشوار. لكن اللعيبه قدرت ان هي تقدم افضل اداء في قدر استطاعتها وقدروا يوصلوا النهائي، لكن حظنا الوحش ان احنا كنا بنلعب من اول ادوار الاقصائيه كله باكسترا تايم، لعبنا وقت طويل اكتر، طبعا كانت انهكت اللعيبه بدنيا، وطبعا اصطدمنا بقوه منتخب السنغال. عموما يعني هي قصه وانتهت.
اتمنى ان هو يبني بقى عليها ويبدا يزرع الثقه مره تانية في في في, في اللعيبه، لان خسارته كذا نهائي ورا بعض ده امر قاسي على اللعيبه. انا يعني هراهن على ثقافتهم وعلى احترافيتهم وعلى امكانياتهم وعلى قدرتهم على مواجهه هذا الواقع. لو قدروا ان هم يثقوا في نفسهم وفي قدراتهم وامكانياتهم نقدر نعدي المنعطف ده، انما انا عايز نمشي المساله مرحله مرحله. انا في البدايه عايز اشوف اداء المنتخب كوحده جماعيه في التصفيات، وانا اقدر ابني عليها بقى طموحي وتوقعاتي في النهائيات لو صعدنا باذن الله ان شاء الله. يعني ان شاء الله كاس عالم 2026 هو الكابتن ايهاب حسب الكلام اللي عندنا انه العقد مستمر لمده موسم يعني سنتين عامين، فاحنا 2022 يعني لغايه 2024 وكاس العالم في 2026. اكيد لو نجح الكابتن ايهاب في الفوز بالبطوله كده هيكمل في انا ما زلت مش ما عنديش مانع بعدم الفوز بالبطوله ماشي، لكن يديني منتخب، يديني منتج يعني دي عندي منتخب ما خافش عليه، منتخب يؤدي، ممكن بقى الظروف ضربات جزاء بتاعته الايه ما تبقاش واقفه معانا ماشي، لكن يبقى عندي عناصر تعرف تشتغل. 9 مقاعد لافريقيا ونص، ايوه دي اليست فرصه ذهبيه طبعا للكابتن ايهاب جلال انه يضع اسمه في مصاف الكابتن الضخم الرائع الغير عادي الغير مسبوق كابتن محمود الجوهري؟ يعني لان الكابتن حسش حتى ما عملهاش. يعني هقول لك حاجه، 9 مقاعد ونص طبعا يعني. اذا كنت انت بتقول ان احنا من العشر الاوائل في افريقيا النهارده احنا اصبحنا كنا السادس وقت القرعه، دلوقتي احنا الثالث. طيب اذا انت النهارده طالما ان انت من العشر الاوائل اذا انت ضامن مكانك المفروض ده الطبيعي او لغه الارقام وكده. انا خايف بس الملعب نص مقعد انت عارف ده الملحق ده الملحق. انما الملعب بقى بيقول ايه؟ دايما انا ما بملش قوي او ما بصدقش قوي في التصنيفات الرقميه. صحيح احيانا يقول لك المصنف الاول للبطوله فلان، رقم 2 فلان، وتلاقي فلان والاول والثاني خرجوا من الادوار التمهيديه. صحيح احيانا كتير. صحيح انما هو المحك عندي زي ما انت بتقول يقدم لي منتخب اثق فيه وفي شخصيته وفي قدراته، ان هو يكون عنده ثقافه الفوز وانا اسمي منتخب مصر، وقتها اقدر اثق ان احنا نتاهل معاه لمونديال 26 ان شاء الله. ان شاء الله هو عنده فرصه كبيره يعني، عنده فرصه كبيره بس جدا. بشرط ان هو يستغل الفتره الحاليه في البناء وفي الفوز في نفس الوقت، لان اعتقد لو هو بنى وما قدرش ان هو يفوز ببطوله افريقيا ممكن تبقى هنا الفرص متساويه ما بين بقائه ورحيله. هو في طريقه بطولتين افريقيا ما تقلقش، 23 و25 ما هو الاول قبل وصول لكاس العالم اساسا خلينا في 23 ما هي دي الاساسيه. ممكن البطوله الاولانيه ما يتحصلش بس يؤدي للناتج المرجو، خلي بالك برضه والاداء فاروح بيه 25 ان اتحاد الكره بيتاثر براي الشارع. طبعا فلو هو ما قدمش للشارع اللي منتظر منه ما مش هيستمر. على كل حال ربنا يوفق الكابتن ايهاب جلال في المباراتين اللي جايين ان شاء الله مع المنتخب، سواء يوم 2/6 قصاد غينيا او يوم 6/6 قصاد اثيوبيا، ونفوز فيهم داخل مصر وخارج مصر، لان ده هيكون دفعه قويه جدا للكابتن ايهاب جلال. ونتمنى الخير طبعا للمنتخب المصري، وبشكر في الاخر الاستاذ محمد نبيل على وجوده معايا هنا في زملكاوي، ودايما نكرر لقاءاتنا ان شاء الله دايما ان شاء الله. شكرا يا سيدي. شكرا واشكركم، وان شاء الله غدا يعني لقاء جديد معكم في زملكاوي.